اهلا بكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم العيون، لكن خلي بالكم الفيلم اللي احنا شفناه ده مهم جدا، ويبين لك يعني فعلا قد ايه عظمه ربنا في خلقه. العين يا جماعه ده شيء مذهل، وعلاقتها بالمخ ده شيء اكثر اذهالا، لانه ما تفتكرش انه العين في معزل عن المخ، لا، العين بتتطور مع مناطق الرؤيه في المخ تطور رهيب. والحته المذهله جدا ان في مناطق في المخ بترى، يعني ايه؟ يعني بتوريك الحاجه بعدها، وزي ما احنا شايفين دي بتتطور كمان من رؤيه البعد واحد، وبعدين ثلاثيه الابعاد، وبعدين رؤيه الالوان، وعلاقه العين بالفم، وعلاقه يعني دي مهمه جدا، والكوردينيشن بين العينتين وبعض الى منطقه تانية بتفسر الاشياء. يعني برضو من الحاجات المذهله جدا ان في مناطق في المخ بتفسر الاشياء، تعرفك ان ده موبايل، وده ودي كوبايه، وان دي ساعه، وان ده وان دي الوشوش بتاعت الوالده، ودي الوش بتاع الوالد. يعني بتبيز لك حاجات كتيره بعد ما كنت شايفها. اذا الرؤيه شيء، والتمييز شيء اخر، والكوردينيشن هو توازي او حركه العينتين مع بعض ده شيء ثالث مهم جدا، والخلل في هذا يؤدي الى مرض زي الحول. قصص العين قصص تدعو الى انك انت لازم تقف قدام تقول سبحان الله وتذهل جدا. النهارده حوار مهم جدا في منطقه علميه زي ما انا قلت لكم شديده الاهميه، مع ضيفه شديده الاهميه، ضيفتي العزيزه التي تبدا دائما في حوارها بتسعدني جدا بحوار علمي راقي المستوى، الاستاذ الدكتوره نرمين بدوي، استشاري طب وجراحات الاطفال، مدرس طب وجراحات العيون، جراحات العيون اسف، ودكتوراه طب وجراحات العيون بكليه الطب، زميل كليه الجراحين الملكيه البريطانيه جلاسكو، زميل المجلس العالمي لطب وجراحات العيون كامبريدج، وعضو الجمعيه الامريكيه لطب وجراحات عيون الاطفال والحول الاي اي بي او اس، وعضو الجمعيه الاوروبيه لطب الاطفال اي بي او اس، الاسم المتميز. اهلا بيك يا دكتوره. الحقيقه عنوان النهارده الحول عند الاطفال. العين بتتطور صح كلام؟ اكيد طبعا. يعني الفيديو ده اذهلني الحقيقه، كل شهر غير التاني. هو الطفل، الناس بتبقى متخيله ان الطفل اول ما بيتولد بيشوف طبيعي، لكن هي عمليه الرؤيه هي عمليه مستمره، وفي نمو بالذات في الشهور الاولى والسنين الاولى من عمر الطفل. الطفل اول ما بيشوف، اول ما بيبتدي، هو بالكتير قوي بيقدر يتتبع الضوء اللي احنا بنسميه هاو تو فيكس اند فولو. بعد شويه بتبتدي القدره دي تتطور ان الطفل يقدر يشوف بألوان بسيطه، يقدر يشوف صور بسيطه، يقدر يشوف صوره ملهاش ابعاد. بعد شويه تتكون الصوره ثنائيه وثلاثيه الابعاد، يبتدي يحصل تناغم ما بين العينتين مع بعض، ويبتدي القبول من المخ للصور اللي بتوصلها العين دي، وازاي ان هو يقدر يتحكم في ان الرؤيه من العين دي والرؤية من العين دي. احنا مش كل عين بتشوف زي التانية، العين دي بتشوف بزاوية معينة والعين التانية بتشوف بزاوية مختلفة عنها تدريجيا، بحيث ان في الاخر بنقدر ان احنا نشوف الصورة 3D اللي احنا بتوصل للمخ يحولها لصورة ذات ابعاد او صورة مجسمة. علشان كده العلاقة ما بين المخ والطفل بتاخد وعين الطفل بتتطور على مدى الشهور والسنين الاولى، وبتأثر على رؤية الإنسان فيما بعد طول عمره. إيه الحول؟ إيه هو الحول؟ زي ما كل الناس متخيلة وزي ما كل الناس عارفة بتعريف بسيط جدا، إن الحول معناه إن عينينا الاتنين مش ماشيين في اتجاه واحد، العينتين مش ماشيين في اتجاه متوازي، يا إما العينتين داخلين على بعض شوية، يا إما خارجين من بعض شوية، وليه أنواع كتيرة جدا. لأن علشان نفهم يعني ايه حول، لازم نفهم علاقة المخ بالعين. احنا عندنا العين بيتحكم فيها 6 عضلات، كل عين عندنا بيتحكم فيها 6 عضلات بتمشي العين في الاتجاهات اللي بنسميها الكاردينال بوزيشنز، او ال6 اتجاهات اللي العين تحرك يمين شمال فوق تحت او بزوايا. العضلات اللي بتتحكم في العين بتشدها ناحيتها، لازم الاشارات اللي بتوصل من المخ للعضلات دي تبقى في العين اليمين زي العين الشمال بالظبط، وبالتالي العين اليمين والشمال بيتحركوا في نفس الاتجاه. المنظومة اللي بتخلي العين تمشي مع بعضيها الاتنين في تناغم وتوازي بتتألف من العين والعضلات اللي بتتحكم في حركتها، الأعصاب اللي بتدي إشارات للعين دي، والمخ اللي بيتحكم في الأعصاب دي. طول ما المنظومة دي بخير وسليمة،
طول ما العينين الاثنين ماشيين مع بعض في اتجاه متوازي. ده يجريني الأسباب الحول. اي خلل في المنظومه اللي احنا قلنا عليها دي، احنا دلوقتي لما بنيجي نبص على صوره معينه علشان عينينا الاثنين يتجهوا للصوره دي، بيجي ضوء من الصوره اللي احنا بنشوفه هو انعكاس الضوء على الصوره. الضوء ده بيدخل على العين، بيدخل عن طريق القرنيه والعدسه يوصل لشبكيه العين، بعد كده بينطلق ان هو يروح من العصب البصري بيوصل للمخ. المخ يعمل انتربريتيشن او يترجم الصوره دي، فيدي امر لاعصاب العين ان هي تحرك عضلات العين بزوايا محسوبه ومتساويه في العينين دول. لو حصل خلل في المنظومه دي من اول العين لغايه المخ، بيحصل ما يسمى بالحول. ممكن تبقى اسبابه اسباب خلقيه او اسباب وراثيه، ممكن الحول ده يبقى نتيجة إصابة في أي من الأعضاء دي، يعني إصابة للعين أو إصابة لعضلات العين أو إصابة لأعصاب العين أو حتى إصابة في المخ. ممكن تبقى نتيجة أمراض اللي احنا بنسميها systemic diseases اللي بتأثر على العين وتسبب الحول. أي خلل في المنظومة دي ممكن يخلي إن العينين ما يبقوش هما الاثنين ماشيين في اتجاه واحد. ده الأساس في المشكلة، ده الأساس المشكلة، أو زي ما بنسميه الباثولوجي أو الميكانيزم اللي بيحصل بيه الحول. في واحدة من أصعب المناطق دايما في المذاكرة حتى وفهمها عند مريض الأنواع، دايما الأنواع تلخبط، كنا بنتلخبط فيها زمان قوي، يعني نقسمها كذا تقسيمة. يعني هو زي ما حضرتك قلت كده، هو الحول ممكن تقسيمته بكذا طريقة. أبسط حاجة إن احنا هنقسمه نتيجة للسبب، يعني هيبقى تقسيمة سببية، يعني إن هل الحول ده مالوش سبب، جه لوحده كده اللي احنا بنسميه primary strabismus، زي ما عندنا حاجة اسمها في البطنة مثلا primary hypertension، هو عيان ما عندوش مشكلة في الكلى، ما عندوش مشكلة في الدم، لكن هو عنده الضغط. نفس الحكاية بالنسبة للحول، ممكن يبقى حول ابتدائي بدون أي سبب، ممكن يبقى سببه قصور في الرؤية أو في النظر، زي ما عندنا طول النظر ممكن يعمل حول تكيفي، أو قصر النظر يعمل كسل في العين ويسبب الحول الوحشي. ممكن يبقى زي ما قلنا نتيجة أمراض أو نتيجة خلل في نتيجة إصابة العين، دي بنسميها التقسيمات السببية. في تقسيمة تانية اللي على حسب اتجاه الحول، يعني الحول عندنا لما بيبقى عينينا أو عين من العينين متجهة ناحية الأنف أو متجهة داخليا أو متجهة خارجيا زي ما احنا شايفين في الصورة كده، ده بنسميه الحول الوحشي، إن عين بتبقى باصة في الاتجاه السليم وعين منحرفة للخارج شوية. في نوع تاني من الحول إن بالعكس، بدل ما عندنا عين خارجة لبره، لا دي داخلة لجوه، ده اللي احنا بنسميه الحول الأنسي. في نوع الناس ما عشان مش بس الناس تبقى فاهمة، المثال يعني في اللغة العربية كلمة أنسي جاي من الأنس، مصاحبين بعض، مصاحبين بعض، قريبين من بعض، فلان آنس لوجود فلان، آنس لوجودك. توحشت الوحشي، معناها ان انا بعد عمرك اتوحشك، يعني وحشني، يعني العين دي بعيد. وحشه العين نحن دي. نحن بعيدين عن بعض، مش معناها وحشي يعني معناها وحش، او الانسي معناها من الانس، لا اعتقد كده يعني. تمام. في بقى بيبقى النوع اللي احنا بنسميه الفيرتيكال استرابيزمس، اللي هو دي بنسميه الحول الافقي، يعني اتجاه العين ماشي في اتجاه افقي، ده اسمه الحول الراسي، ان عين تبقى باصه في الاتجاه السليم والعين التانية طالعة لفوق أو نازلة عنها شوية، يعني هي مش في نفس الاتجاه الرأسي بتاعها. في نوع تالت الرابع اللي هو الناس مش متعودة عليه قوي، اللي احنا بنسميه الحول الدائري أو الانسايكلوتورشن أو الاكسايكلوتورشن، إن العين تبقى داخلة لجوه شوية لفة مع اتجاه عقارب الساعة أو بتلف عكس اتجاه عقارب الساعة. ده ما بنقدرش نشوفه، احنا مش هنقدر، العين عبارة عن دايرة، لو لفت مش هيبقى فيه فروقات بالنسبة لنا. لكن المريض بيترجم ازاي؟ ان احنا بنيجي نلاقي طفل لافف راسه شوية، هو بيحاول ان هو يعوض لفة العين دي بان هو يعدل راسه معاها، فبنلاقي الطفل دوت راح لدكاترة كتير جدا، اهله مش عارفين هو المشكلة في راسه، مشكلة في عضلات رقبته، عنده مشكلة في عضلات جسمه، عنده مشكله في فقراته، وبعدين بالصدفه حد يقول لهم بصوا على عينه، نكتشف ان هو الطفل طبيعي جدا، عضلاته طبيعيه جدا، لكن هو المشكله ان هو بيحاول يوصل للمخ صوره سليمه، فزي ما العين لفه هو بيحاول يعوض اللفه دي بلفه راسه،
فبيعمل لنا اللي بنسميه الحول الدائري. ده بالنسبه لتقسيمات الحول. ده التقسيمات بتاعته. ده التقسيمات او الانواع. او الانواع. ازاي نشخص الحول؟ يعني هو لو انه ما هو باين ولا ساعات يقولوا ان التشخيص ده فن برضه. هو ودي حاجة مهمة جدا بنقولها بالذات للطلبة اللي بيحبوا يدرسوا طب عيون أطفال، إن الحول أهم من علاجه وأهم من جراحته تشخيصه السليم. تشخيص الحول مش حاجة سهلة. تشخيص الحول بيبتدي من قبل ما الطفل يتولد أصلا. طبيب عيون الأطفال مش بيتعامل مع الطفل اللي قدامه، هو بيتعامل مع تاريخ مرضي طويل جدا من قبل ما الطفل ده يتولد. لازم اعرف هل امه كانت في الحمل عندها مشاكل، هل كان عندها امراض معينه ممكن تعمل عيوب خلقيه او وراثيه تاثر على العين تبقى هي نتيجتها الحول اللي احنا شايفينه، هل حصل مشاكل اثناء الولاده، هل حصل مشاكل بعد الولاده، الطفل ده دخل حضانه قعد قد ايه في الحضانه، كان في الحضانه نتيجه لايه، بعد كده الطفل ده على مراحل عمره هل اتخبط، هل حصلت له إصابة وهم حصل ليها إهمال، جاله أمراض معينة ممكن تبقى سببت لنا المشكلة ده. تشخيص الحول بيعتمد بالأساس على التاريخ المرضي للطفل، أجيب له صور قديمة أشوف التطور بتاع الحالة بتاعته حصل قد إيه من هو صغير لغاية ما يكبر. بعد كده بيبتدي بقى التعامل مع الطفل، ودي من أصعب الأشياء اللي بنقابلها كأطباء عيون أطفال. التعامل ما بيبقاش مع مريض بس، ده بيبقى مع أسرة كاملة. بنتعامل مع الأم، بنتعامل مع الأب، الطفل بيبقى داخل خايف وأهله مخوفينه أصلاً، إحنا رايحين للدكتور ما تتكلمش، الدكتور ده هيديك حقنة، الدكتور ده لو عملت له حاجة. الثقافة اللي عند الطفل عموما بتبقى لا بنوصل لتشخيص سليم ولا بنقدر نتعامل معاه، في حين إن إحنا لو فهمناه إن إحنا رايحين لصديق، لحد هيلعب معاك، احنا داخلين نلعب دلوقتي، احنا داخلين نتفرج على صور كويسه، احنا رايحين نشوف فيلم فيديو، وده اللي احنا فعلا بنعمله، انه في التعامل مع الاطفال علشان نفحص طفل احنا ممكن على السكرين بنشغل له فيلم فيديو، فيلم كرتون، بنفرجه على صور. لازم نبني علاقه ثقه الاول ما بين الطبيب والطفل قبل ما يمد ايده عليه. الطفل بيبقى عنده رهاب ان حد هيلمسه، انت بمناسبه ايه بتلم، هو متعود ان هو اخر تعاملاته مع والده ووالدته. فلازم التعامل مع الطفل يبقى فيه الفه ما بين الطبيب وما بين الطفل. ما يتعاملش معاه الا لما يبقى الطفل حاسس ان هو مستريح. طبعا بنستخدم دلوقتي اجهزه كتيره جدا للفحص الاطفال ما كانتش مستخدمه زمان، علشان نقدر ان احنا نخلي الطفل ده مستريح وهو بيتم فحصه. طرق مختلفة التكنولوجيا لعبت دور؟ هو عامة التكنولوجيا أفادت مجال طب عيون بطريقة من أكتر مجالات الطبية اللي استفادت من التكنولوجيا، لأن التعامل مع العين ودي جزء صغير ودي جزء ما بنتعاملش معاه بالعين المجردة، فطبعا التكنولوجيا فرقت جدا في مجال العيون بالذات بقى في مجال عيون الأطفال. إن في كنا بنقابل زمان صعوبات كتيرة جدا علشان نقدر نفحص الطفل، يعني لمجرد ان انا اعرف مقاس نظره، اعرف هو محتاج نظارة ولا لا، كان لازم الطفل ده يتخدر، وفي احيان كتيرة جدا كان بيتم فحصه تحت مخدر كلي او تحت ادوية تخدير ليها اعراض جانبية بياخدها الطفل في العيادة علشان الطفل يقعد ويستريح ونقدر نفتح عينه ونقدر نشوفها. دلوقتي بقى فيه زي ما احنا شايفين اجهزة محمولة بنقدر نفحص بيها الطفل، بنجيب له كروت عليها صور معينة، مش زي الكبير هقدر أقول له أنت شايف يمين شمال فوق تحت العلامات، لا بجيب له صور، أنت شايف صورة بيت، شايف صورة تفاحة، شايف صورة دايرة. الأطفال اللي أصغر من كده بنعرض عليهم صور مش محتاجة انتراكشن منهم، مش محتاجة تفاعل، تبقى عبارة عن خطوط معينة بمقاسات معينة، بشوف الطفل ده هو إمتى عينه بتتفاعل مع الخطوط دي وإمتى بيفقد التركيز، بيديني برضو فكرة عن قدرة الطفل على الرؤية، إذا كان بيقدر يشوف كل الصور اللي أنا بعرضها عليه ولا بيبتدي يفقد التركيز يبقى هو مش شايف. فالتعامل مع الطفل أو فحص الطفل بيختلف تماما في فحص العيون عن فحص الإنسان البالغ. العلاجات بقى يعني
برضو التطور فيها عالي. وهل برضو من التطور، هل الليزر يعتبر تطور خدمكم ولا الليزر ملوش دور في علاج الحول؟ في علاج الحول يعني اعتقد ان احنا يعني احنا خدنا كاس العالم في ان احنا انكرنا ان الليزر له اي دور في علاج الحول. اولا الليزر ملوش اي دور في جراحات الحول، ما فيش دور تماما للليزر في جراحات الحول من قريب او من بعيد. الحاجة الثانية انه في ناس بتعتقد ان اصلاح عيوب الابصار بالليزك ممكن يصلح مشاكل الحول، وبرضو احنا بنؤكد تماما، وده مش احنا بس، ده بيان جمعية عيون الاطفال، ده جمعية اطباء عيون الاطفال اجمعت تماما كلها ان ما لا يوجد علاقة ما بين الليزر وعلاج الحول، ولا يوجد دور لعمليات الليزك في الاطفال تحت سن 18 سنة بأي حال من الأحوال، إلا في حالة واحدة إن يبقى في فرق ما بين العينين فوق 10 ديوبتر، بحيث إن إحنا هنا بنخاطر بإن الطفل يحصل له كسل في العين، وده في حالة إن إحنا نجرب الأول النظارة الطبية والطفل ما يستحملهاش مرة واثنين وثلاثة قبل ما نخاطر ونعمل له جراحة مش هيستفيد منها وهتأثر على القرنية بتاعته وهتأثر على قدرة العين على الرؤية وهتأثر بعد كده على قدرته هو على الرؤية ولمدة شهور معدودة، وبعد كده العين دي تكبر وتتطور ومقاس نظره يتغير تاني وما نقدرش ان احنا نتصرف ولا نعالجه بعد كده. في عندنا حالات هنشوفها، الحالات دي برضو نحكي، اكيد كل حالة لها قصة يعني لها يعني تشخيص، لها حاجة اتعملت لها كعملية او شيء. مثلا حالة زي دي حالة دي من الحالات اللي احنا بنحاول نأكد على الأهل دايما إن مش كل حالة حول لابد أن يكون علاجها جراحي، مش دايما الجراحة هي اللي ليها الدور الأساسي في علاج الحول. يعني الحالات دي اللي احنا بنسميها حالة الحول الأنسي التكيفي، الطفل ده ما عندوش مشكلة في عضلات العين، عضلات العين مش شدة العين لجوه بحيث إن أنا لازم أدخل أعمل جراحة وأريح عضلة العين دي وأخلي العينين يبقوا مظبوطين. هو كل ما في الموضوع ان الطفل ده عنده طول نظر زي اي انسان طبيعي، في حاجه بنسميها متلازمه ثلاثيه او ترياد او رد فعل من المخ في حاله النظر او الرؤيه القريبه. لو انا جبت لاي حد جسم وقربته من عينيه هيحصل ثلاث حاجات، العين دي هتدخل لجوه علشان تشوفه القريب، حتى الاطفال بيلعبوا بيها ان هو يقرب حاجه كده وتحول لجوه. الحاجة التانية إنه عشان المخ يقدر يشوف الحاجة القريبة دي بيحصل زيادة في التكوير بتاع العدسة، وبالتالي العدسة بتبقى أكثر تقعراً علشان تقدر تشوف الجسم القريب. الطفل اللي عنده طول نظر اللي احنا شفناه في الصورة اللي فاتت هو ببساطة محتاج إن هو يشوف البعيد زي ما احنا بنشوف القريب، فلما بيجي يبص على البعيد العدسة بتاعته برضو بتتقعر، بيحصل معاها ان العين بتدخل لجوه. يبقى الحل ان احنا نشيل طول النظر اللي موجود، نخلي العدسه دي مستريحه علشان الحول ده يختفي. مفيش مجال هنا خالص للجراحه علشان نصلحه. الحاله دي في حين ان في حالات بقى بنسميها زي ما قلنا البرايمري ايزوتروبيا او الحول الابتدائي. دي حاله عندها حول داخلي شبه الحاله اللي فاتت بالظبط، لكن في الحاله دي المشكله في العضلات. وبالتالي ما فيش مجال للنظارة إن هي تصلح الموضوع ده، الحل إن إحنا ندخل نعمل جراحة نريح العضلات دي بحيث إن هي تقدر تبقى العينين متوازيتين مع بعضهم. الحالة اللي بعد كده دي برضو نفس الحكاية، ده برضو حول أنسي ابتدائي، لما بنصلح وبنريح عضلات العين الموضوع بينتهي تماماً بالجراحة، لكن بنأكد إن لا الجراحة بديل عن النظارة ولا النظارة، احنا ماشيين هنا في سكتين مختلفتين تماما، كل حالة مرضية ليها علاجها. كل حالة مرضية ليها سيتويشن بتاعها. بالظبط كده. اسعدتيني ونورتيني في الناس الحلوة. ربنا يبارك. ضيفتي العزيزة الأستاذ دكتورة نرمين بدوي استشاري طب وجراحات العيون، مدرس طب وجراحات العيون وصاحب الدكتوراه طب وجراحات العيون بكلية الطب وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، نورتني في الناس الحلوة، خليكم دايما. ناس كتير برضو عندهم حالات المرضية المتعلقة بـ اللور جي اي تي أو منطقة محاولة شرج
بيتاخروا في السيكينج ميديكال ادفايس تحت مبدا الخجل. اي خراج حوالين الشرج اتفتح في اول 48 ساعه 100% 100% هنقي على الاقل لو من كل 100 عيان هنقي 60 70 عيان انه يجيله نسور شرجي. الدكتور محمد مجدي النجار استشاري جراحات الشرج والمستقيم، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشرج، مدير مؤسسة هيموكيور لعلاج أمراض الشرج والمستقيم. أهلا بكم. في مناطق في الطب الناس لسه متعرفش عنها حاجات كتيرة، من ضمنها ما يسمى بالنسور الشرجي. ناس كتير برضو عندهم حالات المرضية المتعلقة باللور جي اي تي أو منطقة ما حول شرج بيتأخروا في السيكينج ميديكال ادفايس تحت مبدأ الخجل. فالنهاردة أنا عايز أولا أوضح ما هو النسور الشرجي، ما هي مضاعفات النسور الشرجي، من أين يأتي هذه المشكلة المرضية التي تزعج وفي نفس الوقت تخجل، ولا معرفش حكاية الخجل دي هيبقى حلولها إيه إلا ما تفهمه. الفهم يمحي الخجل، كل ما نفهم كل ما الخجل يختفي. النهارده حوار مثير جدا مع ضيف العزيز الاستاذ الدكتور محمد النجار. اهلا بيك. اهلا دكتور ايمن، ازي حضرتك؟ الناس فاهمه يعني ايه نسور شرجي؟ لا يعني مش فاهمين، وصغار الاطباء كمان مش فاهمين، يعني كميه كبيره قوي من الناس والجمهور وهقول لك ليه انا قلت كده، ان دكاتره كتير مش فاهمين يعني ايه نسور شرجي. انت اكتر واحد تعرف. ولان انا بشوف مضاعفات من ان احنا مش فاهمين يعني ايه نسور شرجي، فبيحصل بنتاخر في علاج فبيحصل كوارث. نسور شرجي بمنتهى البساطه هو قناه تصل ما بين فتحتين، واحده داخل الشرج وواحده خارج الشرج، ده في 90% من النسور الشرجي، لان في 10% من النسور الشرجي ما فيش فتحه خارجيه. وده اللي بقى عشان كده بقول لك ان في ناس ما بتبقاش فاهمه قوي يعني ايه نسور شرجي. لكن خلينا نتكلم في العموم الاول، 90% من النسور الشرجي فتحه داخل الشرج وفتحه خارج الشرج، وما بين الاثنين في قناه غير طبيعيه، يعني ممر كده. وانت مره قلت لي كلمه حلوه قوي في الحكايه دي، او سرداب كده ما بين هذه الفتحه وهذه الفتحه، فيبقى في قناه مش مفروض تبقى موجوده ما بين الاثنين. الشرج في منتهى البساطه هو هذه الفتحه الداخليه اللي بنلاقي حواليها بعض العضلات. مش المفروض يبقى العضلات دي مخترقها اي قنوات او اي حاجه. احيانا يحصل في 90% من الحالات يبقى في خراج ما حول الشرج، يعني عيان كل اللي بيشعر بيه الام حوالين الشرج، بعد شويه يحس، الناس تقول لك حتى حسيت ان في حبايه كده او حاجه زي كده، بعد شويه العيان يسيبها، الام شديده جدا، يحاول يروح للصيدليه ياخد اي مضاد حيويه او حاجه زي كده، او حتى اذا راح عند دكتور مش متخصص او حاجه يقول له ده خراج، ودي كلمه غلط بقى 100%، ده خراج واحنا هنديك مضاد حيوي لحد ما نشوف هيصرف ولا لا. طبعا هو ده الغلط، هو ده اللي بيخلي البكتيريا اللي حوالين الشرج الحته اللي دمها تقيل قوي دي تتغلغل للداخل وتعمل القناه او النسور. اذا كنا هنتكلم على النسور الشرجي فلازم نتكلم على العضلات اللي حوالين الشرج. الصوره دي حلوه قوي الحقيقه. الشرج هو الفتحه اخر فتحه نحت تحت، حواليها في عضلتين مهمين قوي، عضله اسمها انترنال سفنكتر وعضله اسمها اكسترنال سفنكتر. هو بشكل دائري زي ما انا بحاول اعمل بايديا كده، الشرج صمام داخلي وصمام خارجي، والاثنين في شكل اسطواني مغلفين الشرج. يبقى عضله داخليه ثم وراها عضله خارجيه ثم بعيد العضلتين الكبار اللي على اليمين والشمال دول اسمهم الليفيتور ايناي اللي هم البادز دول. النسور عشان يبقى اسمه نسور لازم يخش جوه حاجه من الحاجات دي، هيلاقي فتحه بره حوالين الشرج وفتحه جوه. بناء على التراك او بناء على القناه اللي حصلت دي هنقدر نقول النسور ده من انه نوع، وهل هو نسور خامل ولا مش خامل، هل هو نسور علوي ولا سفلي ولا متشعب ولا زي ما هنقول دلوقتي. لكن بمنتهى البساطة النسور الشرجي هو قناة تصل ما بين فتحتين، فتحة داخل الشرج وفتحة خارج الشرج في 90% من النسور، 10% مفيش فتحة خارجية. وده اللي يغلط فيه الدكاترة، يمكن ميبقاش متخصصين أو في الحكاية دي، يبقى العيان متألم جدا جدا الحقيقة وعنده إفرازات بتخرج من الشرج لكن مفيش فتحة بره. الدكتور اللي مش واخد باله قوي من الحكايه دي هو فاهم انه لازم يبقى فيه اكسترنال اوبننج. لا، في 10% من النسور مفيش اكسترنال اوبننج، مفيش فتحه خارجيه، مفيش فتحه. الحكايه بدات من الداخل والتراك شغال من جوه بس لسه ما خرجش الاكسترنال اوبننج. لكن اذا حاول يفحص العين شويه ولا حاجه، لا في ديوريشن كده، حته ورمه كده او حته بتحجره كده زي ما الناس تفهم شويه، هي دي ده بدايه حدوث النسور. اذا سبناها يعمل بقى الفتحه الخارجيه يبقى اسمه نسور شرجي. عايز اروح لمنطقه في الاسئله مهمه قوي فيما يتعلق بالاسباب والاعراض. الاسباب اكيد برضو داخله مع الاعراض. طبعا اسباب النسور الشرجي بتحصل في بدايتها في اي عدوى بكتيريه حوالين الشرج. تبدا الحكايه بخراج حوالين الشرج، كويس؟ الخراج ده زي ما قلنا ان المريض يتجاهله،
او يبدا هو من نفسه ياخد علاج مش مظبوط او يروح لدكتور مش متخصص قوي في الحكايه فيقول له الكلمه اللي غلط قوي اللي انا يعني نفسي الناس كلها تاخد بالها منها، ما فيش حاجه اسمها الحته دي. احنا بنقول dont wait for fluctuate، يعني ما تبداش ما تستناش لحد ما تعمل خراج قد كده. اذا بدا العيان يشكو من اعراض خراج ما حول الشرج لابد يتفتح ويتنظف، لابد ان البكتيريا دي تلاقي مخرج نطلعها لبره. احنا قلنا لو البكتيريا ما لقتش مخرج لبره على الجلد هتجري لجوه وهي تعمل التراك ويبقى خلاص اسمه ناسور. فالاعراض هي ونقدر نقول برضو من ضمن الاسباب يعني خراج ما حول الشرج، اي عدوى بكتيريه في المنطقه اللي حوالين الشرج تعمل خراج هتعمل 70% ناسور اذا الجراح بتاع المريض خد باله ان ده خراج وفتحه على طول في اول 48 ساعه الصيد ده خلاص هيروح ولا يحصل ناسور ولا اي حاجه خالص. اذا بقى الجراح قال الجمله الغلط اللي احنا بنقول عليها ان ما ينفعش تاخد مضاد حيوي وتشوف هيصرف ولا لا، مش المفروض ده مش طب. اذا حصل كده خلاص هو حتى اذا العلامات الانفلاميشن اتحسنت يعني الهوتنس والريدنس وي والكلام ده كله لكن البكتيريا جوه هي بتسرح، العين ده بعد اسبوع هيبقى عمل ناسور 100%. فالاعراض هي الم شديد حوالين الشرج، والصوره دي حلوه قوي الحقيقه. الاجزاء الخضراء دي هو ده الخراج كويس. الخراج ده شوف في منه كذا نوع ازاي، في بره حاجه اسمها بيري انل اللي هو الخراج اللي حول الشرج على طول، فده اي حد هيشوفه هيعرف ان ده خراج وهيفتحه. لكن في خراج الاسكيو انل اللي جوه ده الصديد جوه خالص، حتى العيان بيبقى متالم جدا لكن مفيش قوي اعراض بره تقول ان عنده خراج، لو جراح مش واخد باله قوي ما ياخدش باله منه. السوبرا ليفيتور والانتر سفنكتريك الخراريج دي انواع من الخراريج ما بتظهرش على الجلد لكن هي جوه شويه ليها اعراض 100%. حد بقى يغلط في تشخيصها يقول ده عنده بواسير ده عنده مش عارف ايه او يستسهل في تشخيصها ان عنده حاجه وبيعالج المريض بشويه كريمات وحاجات زي كده، لكن الخراج ده يكبر ويعمل ناسور 100%. ولذلك اي الم مش مفهوم، ودي كلمه الناس كلها بقى تاخد بالها منها، اي الم حوالين الشرج مش مفهوم يعني مفيش بواسير تفسره او مفيش شرخ شرج يفسره او مفيش حاجه تفسره 90% هو احد هذه الخراجات اللي اذا سبناه يعمل ناسور شرج 100%. عايز اتكلم على الانواع، يعني هل الانواع اللي احنا قلناها ولا في انواع ثانيه؟ لا، هو الانواع تتقسم لتو كاتيجوريز هنسميه، يا اما هاي يا اما ميد يا اما لو، يعني يا اما ناسور شرجي مرتفع يا اما ناسور شرجي منخفض، وده هيعتبر على هو هيعتمد على انه معدي فوق الليفيتور ايناي ولا لا، يعني هل هو الفتحه الخارجيه خلاص احنا عارفينها لكن الفتحه الداخليه هل هي قريبه على طول قدام الشرج على طول ولا تبعد 2 سم ولا تبعد 4 سم ولا تبعد 6 7 سم. اذا كان ناسور مرتفع فهو من الناسور الخطر جدا جدا اللي علاجه يبقى صعب قوي بالجراحه العاديه. يعني ايه مرتفع؟ مرتفع يعني الفتحه الخارجيه فوق الدنتيت لاين فوق الليفيتور ايناي. لا نفهم بالراحه، يعني الشرج احنا هو دائره كويس هو جزء اسطواني من اول الشرج لحد جوه 4 سم، اي فتحه في الحته دي الفتحه الداخليه ولا في الحته دي يبقى ناسور منخفض. ليه علاقه كمان بالعضلات، اذا كان داخل جوه الانترنال سفنكتر او الاكسترنال سفنكتر بس يبقى ناسور منخفض، لكن اذا كان معدي الليفيتور ايناي ومعلق الليفيتور ايناي معاه يبقى ناسور مرتفع. مرتفع يعني واخد عضلات كتير، يعني الدبس بتاعه كبير. منخفض يعني الفتحه الخارجيه قصاد الفتحه الداخليه ناسور صغير يتعمل باي طريقه ويخف. ده كاتيجوري منخفض ولا مرتفع. ثم كاتيجوري ثانيه يتقسم ليه علاقته بالعضلات، هل هو جوه الانترنال سفنكتر فنسميه انتر سفنكتريك، هل ما بين الانترنال سفنكتر والاكسترنال سفنكتر فنسميه في الحته اللي ما بين التو سفنكترز، هل هو داخل جوه العضله فنسميه ترانس سفنكتريك يعني ماشي وشاقي العضله ومعدي جوه، ولا هل هو فوق خالص فوق العضله لحاجه بعيده قوي فنسميه سوبرا سفنكتريك. يعني قسمناهم على حسب هو داخل هو مرتفع ولا منخفض، ثم هل هو داخل جوه انهي عضله. عايز اتكلم على الفحوصات، ما الفحوصات دي برضو يعني لازم نفهمها عشان ما نفقش التشخيص زي ما انت قلت في الاول. 100% الفحوصات للناسور الشرجي مش رفاهيه ومش مسموح ان جراح يقول لمريض انت عندك ناسور وهعمل لك عمليه من غير ما يعمل له فحوصات، هنتكلم عنها دلوقتي. لكن عموما هل ممكن حد يعمل جراح يعمل لمريض عمليه من غير ما يعمل له فحوصات؟ لا، لان الناسور خادع جدا، ومهما كنت انت دكتور شاطر ومهما عملت الاف الحالات من الناسور 100% ما تعتمدش على خبرتك في هذا المجال. ليه بقى؟ ولذلك بقى في حاجه اسمها ام ار اي، بقى في حاجه اسمها رنين مغناطيسي، فحص كامل المريض بيدخل جوه جهاز ونعطله ونتعبه وكل حاجه علشان نعرف الناسور ده فاتح فين. لان انت بالفحص الكلينيكي في العياده انت شفت الاكسترنال اوبننج لكن ما انتش عارف شفت الفتحه الخارجيه. واذا يا سيدي تطوعت وعرفت تحس الفتحه الداخليه يبقى كتر خيرك يبقى ماشي اديك عرفت الخارجيه والداخليه. لكن مش لازم يبقى التراك ماشي ستريت،
ده ممكن ممكن الخط نفسه الواصل بين الفتحتين مش شرط يكون بالظبط، ده ممكن يبقى كيرف كده، انت لما تيجي تخش مش هتبقى عارف انه عامل كيرف كده فانت تبوظ الحكايه اكتر. جاز يبقى في النص كده عامل تشعب يمين او تشعب شمال فيبقى اسمه ناسور شرجي متشعب. طب انت هتعرف ده ازاي؟ لابد تعمل حاجه اسمها رنين مغناطيس، والحكايه بقت سهله يعني. يعني حتى الفحص ده ما بقاش مكلف زي زمان ولا بقى متعب زي زمان او حاجه زي كده. طيب اذا كان المريض ما يقدرش يعمل رنين مغناطيسي زي الناس اللي بتركبها مثلا ستنس في دعامات للقلب او مش عارف ايه او الحاجات، او حتى مثبت عنده كسر وحاطط شرايح ومسامير حاجات اللي هو المريض ما يقدرش يدخل جوه جهاز الرنين المغناطيسي، بقى في حاجه اسمها اندو ان الالترا ساوند او اندو ريكت الالترا ساوند. نعمل سونار ببروب معين، طبعا مش الموجات الصوتيه العاديه اللي في العيادات، يعني ببروب معين يخش جوه يشوف ويحس الفتحه الداخليه، ثم يبدا بالسيجنال بتاعه السونار يعرف هل هو متشعب ولا لا، في كوليكشن في حته في كلام زي كده. وبالتالي بقى تجمع، ممكن يبقى كمان التراك ده في جنب كده ابسس عامل 100%. عامل زي كهف جوه 100%. وهنا بقى يبقى الفحص مهم 100%، ومش مسموح تاني اهو، مش مسموح ان جراح يعمل لمريض عمليه ناسور شرجي. وناسور الشرجي شوف احنا بنقعد نتكلم عنه ازاي، هو حاجه احنا ما بنعالجش مريض من نزله برد يعني، هو حاجه صعبه جدا وعمليه مرهقه جدا جدا للجراح وكل حاجه، وعمليه الغلطه فيها بجون زي ما بيقولوا يعني. وبالتالي خلاص بقى يعني احنا بنخش قبل ما نعمل العمليه يبقى كل حاجه متخططه بالملي، يعني ما نعملش عمليات الا واحنا عارفين قبل ما هنعمل العمليه كل الستبس اللي هتحصل ونناقش فيها المريض قبل ما تحصل 100%، ما نتفاجئش بحاجه يعني. هل الناسور الشرجي حالة جراحية أم الدواء له دور هنا فيها؟ لا، الدواء ملوش دور ولا حتى 1%، ده حاجة جراحية 100%، حتى أنا سميها حاجة ميكانيكية في حالة كمان. في حاجة اسمها الحالة الجراحية 100%، حالة جراحية يعني مثلا انسداد مراري حالة جراحية، بالظبط الناسور الشرجي حالة جراحية، أي حد عنده ناسور هيعمل عملية متفقين؟ خلاص مفيش كلام. طب لو انت عندك ظروف يعني لا تسمح انك تعمل العمليه دلوقتي، ما عندكش وقت، مشغول، حاجات زي كده، ممكن ناخد علاج يقلل شويه الانفلاميشن او الانفكشن اللي موجود، لكن هيضيع الناسور؟ ما يضيعوش ابدا ابدا، لكن يقلل شويه الاعراض الى ان وقتك يسمح ان احنا نعمل عمليات ينفع، لكن يضيع الناسور لا، ما بيخفش ابدا ابدا بالعلاج. لا ما فيش علاج يعني، هياخد مضاد حيوي ماشي، بس مش فين التراك؟ بالظبط هيعمل ايه التراك في المضاد؟ بالظبط انا شبهها زي واحد ضغطه عالي في السماء فعنده شويه صداع، فيروح ياخد قرص اسبرين كده ولا حاجه بتقلل الصداع ولا حاجه، ده صح ده غلط 100%، لو سايب الحكايه بالظبط يعني هيرفع له الضغط اكتر. بالظبط. وانا ببص للجراحات القديمه مرعبه ويعني إذا سمحت لي في دقيقتين كده أشرح لك تاريخ الحكاية دي بدأت إزاي. لا مستمتع بالتاريخ، أنا بحب التاريخ جدا. بدأت الحكاية يعني أول مرة عالجوا ناسور شرجي كان سنة 1603. الصورة دي حلوة قوي من كتاب 1603، دي أول حالة ناسور شرجي اتعملت في التاريخ ريكوردد يعني. ده الصورة دي حلوة قوي من كتاب اسمه ريتشارد نيلسون، كتاب ما بيتكلمش غير على الناسور الشرجي بس. لو هشوف في الصورة هو بيحاول يعمل اللي بعض الجراحين بيعملوه دلوقتي، هو بيدخل بروب، احنا نسميه دلوقتي بروب لكن هو زمان كان حاجة عنيفة قوي، ما بين الفتحة الخارجية والفتحة الداخلية، وهيروح جاي زمان يعني بحاجة زي السكينة كده جاي قاطع الحتة دي. ده في الطب اسمه فيستيروتومي، يعني بيتعمل لحد دلوقتي، وهقول لك احنا خلاص بقى انقرض ليه. فبدأت الحكاية في 1603 كويس؟ الجراح ده كان بيعمل الفيستروتومي اللي بالظبط اللي بعض الناس بتعمله دلوقتي. يعملوا ايه بقى دلوقتي؟ مرت الحكايه باول حاجه حاولنا نعالج بيها الناسور الفيستليكتومي او الفيستروتومي، اللي احنا هندخل ما بين الفتحه الخارجيه والداخليه بروب، يبقى خلاص التراك قدامنا، ونروح جايبين بالمشرط او بالكوتري الدايسيرمي او الكلام ده وقاطعين. حاجه كويسه يعني، مقبوله وكل حاجه، لكن انا رايي انها تتعمل للناسور الصغير اللي هو خلاص طوله نص سنتي كلام زي كده، فخلاص اقطع زي ما تقطع مش مهم. طيب بعد الفيستولوتومي ده ايه الحكايه؟ بدانا نفكر في اننا نعمل اجراءات جراحيه اكثر تطورا شويه، مش الحكايه لحد 2006. جراح عظيم قوي في 2006 عمل حاجه اسمها ليفت، يعني من 1603 بنعمل فيستولوتومي، ماشيين على نفس المنطقه، بنعمل فيستولوتومي بس فيستولوتومي اللي هو ادخل ما بين الفتحتين واروح جاي قاطع كده. وكان لما يبقى الناسور كبير ما نعملوش، لان المريض 100% هنقطع حته من العضلات، فبنعمل معاه كولوستومي، يعني نحول مجرى البراز، لان المريض لما قطعنا العضلات مش هيتحكم في البراز،
فنعمل ده لازم نعمل كلوستومي. واحنا لما كنا في نفتح فتحه نطلع القولون على فتحه تحت الجلد اسمه تحويل مجرى البراز على الجلد. على الجلد ده كارثه كارثه. بس هو كان كده يعني ما فيش غير كده. لما كنا طلبه بندرس الكلام ده كان كده يعني. يقول لك الهاي ده الناسور العلوي حله ايه؟ الاجابه النموذجيه. واحنا بناخد الدراسات بتاعتنا يقول لك الحل الاجابه النموذجيه انك لازم اول حاجه تعمل كولوستومي. لازم تحول مجرى البراز ثم بعد كده اشتغل زي ما عايز تشتغل. يعني كانه كانسر قول بالظبط يعني. اي نعم هي حاجه تمبراري يعني بعد 3 شهور بيرجعها تاني كل حاجه. بس انت قعدت العيان ب3 شهور بتحويل مجرى البراز على الجلد. ثم اتطورت الحكايه لحد 2006 بقى بيقول حاجه اسمها ليفت. ليفت يعني احنا قلنا ان الفتحه والفتحه طب بدل ما نقطع ده كله احنا هنيجي على الحته الانترسفنتريك جروف ده الحته اللي حوالين الشرج نفتح ثم نخش نوصل ما بين العضلات لان دي الحته الامان. عضله يمين وعضله شمال وبينهم جروف بينهم حته فش عضلات. فهنفتح في الحته دي ونخش نطلع التراك ونربطه ونقصه من الحته دي بس. فبدل ما نقطع ده كله يبقى قطعنا الحته دي. اجراء عظيم وكويس جدا كل حاجه. بس ما زال اجراء جراحي بيضطر من حته نقطه وعايز دكتور جراح شاطر. حته صعبه حته للجراحين اللي احنا قلنا دي بقى مشكيه كنتوا حته للجراح بالظبط تمام. بس عايز جراح شاطر لانه لازم يعرف هو بيفتح فين وبيسلك ازاي ما بين العضلتين وكلام زي كده. لكن كان اجراء جراحي. تطورت الحكايه بعد كده الى انه بقوا بيعملوا حاجه اسمها بلاج يعني يخش قال لك لما هو فتحه وفتحه وبينهم قناه ما نخش نحقن الناسور ده بحاجه تسده من جوه يعني. لقوها فاشله شويه لان بتعمل ابسس وكلام زي كده جوه فخلاص ما بقاش حد بيعملها. ثم بدا في من 8 سنين من النهارده في 2012 اجراء عظيم قوي اسمه فيلاك فيستولا تراك ليزر كلوجر. ان احنا استخدام الليزر في هذا المجال في تعقب. على فكره هي اسمها تعقب بالزبط. تعقب الفتحه دي بالزبط. تعقب التراك ده بالظبط. يبقى خلاص احنا من 2006 من 2012 دلوقتي من 6 سنين بالظبط بدا واحد اسمه ارني ويليام في جامعه اليزابيث كولين في المانيا هيعمل حاجه اسمها فيلاك. طبعا هو ما عملش من دماغه كده يعني ده على مدار السنين عاد بداوا يعملوا الحكايه دي. لكن في 2012 من 6 سنين من النهارده بقت الحكايه دي اف دي اي ابروفد واعترفوا بيها ونزلوها في الكتب وقالوا بقى في حاجه اسمها فيلاك. تعتمد على ايه؟ ان احنا خلاص عندنا تراك هنخش نركب سيتون قبله او دعامه كده ما بين الفتحتين ثم بعد ما الدعامه دي عادها 5-6 اسابيع ولا حاجه نخش باستخدام الليزر نكوي هذا الناسور. نكوي ده كلمه مش مظبوطه الحقيقه لكن هي بتعتمد ان الليزر ده حرارته 320. هنعمل حاجه اسمها ديستراكشن للسيل يعني الحراره اللي بتخش من الفتحه الحراره بتطلع من الليزر هتمشي في هذا التراك بشكل دائري. كل كلمة هنا مقصودة يعني ايه شكل دائري يعني الليزر هيطلع في شكل زي المقوار كده بحيث يدمر الخلايا بتاعت الناسور. في على فكرة في دلوقتي في مثلا دراع ضوئي كده تلاقيه او مثلا يعني هي اوبتيك فايبر هي قسطرة اوبتيك فايبر يعني هي زي بالظبط الليد اللي بتعلق ايوه زي الليد اللي في الارضية عندنا دوت بالظبط داير بيدور هو عبارة عن اوبتيك فايبر بيدخل يملى التراك ويطلع حرارته يدمر الخلايا ويوقع التراك. فكرة شبيهة بحاجة زي المقوار كده اكننا هنخش نشيل التراك من وسط العضلات. وبالتالي مع استخدام الليزر في علاج الناسور الشرجي ما بقاش فيه خوف ولا حتى 1% انا بقول اهو ولا حتى 1% على العضلات. طبعا ده صورة الاوبتيك فايبر او القسطرة وهنا هي مكبرة هي مكبرة هي حاجة اقل من كده بكتير يعني. وهنا فرصة نقول ان الحتة دي الدايليما اللي فيها ايه؟ ان بقى في حاجة لعلاج الناسور اسمها علاج الناسور بالليزر امن 100% انا 100% ما فيهوش خطر ولا حتى 1% على العضلات. ده مش كلامي ده كلام الناس اللي بتشتغل في العالم العضلات اللي هي عضلات التحكم في البراز. في البراز وبالتالي هنعمل عملية ونطلع بعد ساعتين 100% ما فيش خوف على العضلات. ده حاجة. تاني حاجة ما فيش جرح مش هنعمل الحتة اللي هنخيطها ولا كلام زي كده. تالت حاجة ان المريض يقدر يروح شغله بعد 24 ساعة. مش ده سحر مش لانه ده سحر ولا انا ساحر يعني هي الفكرة ان مفيش وند مفيش جرح ولا اي حاجة والحكاية كلها من جوه التراك فمفيش وجع ولا اي حاجة زي كده. طيب يبقى احنا في الاخر دلوقتي وصلنا ان احنا بنعمل الفيلاك ان احنا بنعالج الناسور باستخدام الليزر. انا بشكرك على هذه المحاضرة الرائعة القيمة جدا اللي مليانة علم اللي في موضوع مهم جدا جدا يعني احنا بنتكلم على موضوع ممكن يقلب من قصة قصيرة إلى بالظبط يعني يقولوا عليها ايه درامة العمر كله صحيح مأساة العمر كله صحيح يعني كابوس العمر كله صحيح يقلب لكابوس مزعج
ولكن الجايد لاين حفظناها النهارده حفظناها اسمح لك لا لا خلاص اول حاجه في لك لو ما نجحش يعيد في لك تاني لو ما نجحش ثم لفت بعد كده يدخل بين العضلتين في الحته الامنه اللي ما فيهاش عضلات ثم لو ما نجحش نعمل بقى الكولوستومي حاجه واحنا من خلال تجربتنا الاستاذ بتاعتنا من 5000 مريض هم 4 اللي ما حصلش معاهم النجاح لثلاث خطوات اللي فاتت بالظبط صح كده 100% نورتني الله يخليك ابدعت الله يخليك يعني اسعدت الله يخليك ربنا يكرمك على الكلام الله يخليك ضيف العزيز الدكتور محمد النجار كان مبدعا كعادته في حواره في واحده من المواضيع المهمه جدا المسكوت عنها جدا متجاهله جدا المكسوف منها جدا بلا مبرر اللي ما عندش الناس ثقافه فيها واحنا عملنا يعني الحمد لله ربنا كرمنا ان احنا وفقنا في استضافه الدكتور محمد نورنا الحته دي ذكروها بقى ذكروها ذكروا خليكم مع الناس انا عايز اشرح لكم حاجه يا جماعه فيما يتعلق بمشكلات الثدي عند المراه وايضا عند الرجل في حاجه اسمها التثدي عند الرجال الثدي بالنسبه للمراه منطقه حساسه جدا هي المنطقه الانثويه الظاهريه الاولى للمراه يعني من بره الناس بتقول انت فرق راجل من ست بوجود الثدي الهرمونات في جسمك بتحرك ادرى مني في الكلام اللي بقوله هي عباره عن سيمفونيه بتتعزف بمقادير معينه لو حد هرمون منهم طلع عمل نشاز في هذه بيعمل خلل السيمفونيه لكم النهارده لقاء مهم ومثير وموضوع مهم قوي انا عايز اشرح لكم حاجه يا جماعه فيما يتعلق بمشكلات الثدي عند المراه وايضا عند الرجل في حاجه اسمها التثدي عند الرجال الست المشكله الطبيه التي تعاني منها مثلا عندما يكون هناك صغر في حجم الثدي أو تغيرات حصلت بعد الحمل والولادة هذا أمر يعيقها نفسيا بشكل كبير جدا ويؤثر على حياتها الزوجية ويفقدها الثقة في نفسها ويجعلها عندها حالة من ربما الحزن الدائم وما تستخفوش بالست عندما تفكر بهذه الطريقة يعني الاستخفاف من التخصصات المختلفة لشكوى امرأة تشتكي من هذا الأمر أمر لا يليق بالفكر الطبي اللي هدفه الأساسي رفع المعاناة عن من يشكي من أي شيء حاجات تانية في ست ممكن تعاني من تضخم وكبر حجم الثدي مشكلة طبية في منتهى الخطورة لأنه هذا الأمر يجعلها تعاني من ألام في الفقرات قد تصل مع الوقت إلى ألم مزمن ومبرع في الفقرات قد يجعلها تعاني من صعوبة في التنفس يبقى ما عندهاش قدرة على التنفس الجيد قد يجعلها تعاني من انفكشن والتهابات وإلى آخره ده وطبعا بيزود فرصة الإصابة بسرطان الثدي كبر حجم الثدي لأنه أنت عندك عدد خلايا أكبر فالعدد الخلايا الأكبر أعتقد أن أنا مصيب في الحتة ديت بس طبعا المرجعية المتخصصين فيها القصة هنا أن احنا لا نستخف بهذا الأمر أيضا الشباب اللي بدأوا ياخدوا أدوية فيها هرمونات لبناء العضلات ودي في منتهى الخطورة من ضمن الآثار الجانبية لهذه الأدوية إنها كانت بتعمل تسدي عند الرجال والتسدي عند الرجال قد يحدث بدون أخذ هذه الأشياء ممكن يحصل تسدي عند الرجال نتيجة فيسيولوجية نتيجة فيسيولوجية رجل طبيعي هرمونات طبيعية لكن حصل له تسدي عند الرجال بيبقى عنده مشكلة نفسية بيبقى عنده مشكلة في الشكل والتكوين بتاعه طبعا ينبغي أن تحترم هذه المشكلة ويحترم هذا البروبلم قد تكون المشكلة التجميلية أقصى بالصاد بالسين أقصى يعني قاسية جدا على الشخص من المشكلة العضوية تلاقي عنده ضغط مش موت كنترول وسكر ومش هو ده اللي شاغل دماغه اللي شاغل دماغه المشكلة التجميلية أو هي نفس الكلام فالنهاردة حوار مهم جدا علميا وطبعا دايما في الحوارات العلمية بنبقى عندنا حرص شديد لأن احنا في مجتمع شرقي كمان لازم نراعي هذا المجتمع الشرقي بقيمه فهنقلكوا الصورة العلمية بشكل دقيق للغاية وزي ما قلت لكم نراعي جدا إحساس هؤلاء الناس ضيفي العزيز الصديق العزيز والغالي أستاذ الدكتور حاتم الصحار أهلا بيك دكتور أهلا بيك دكتور مزاح حضرتك حقيقة السؤال الكلاسيكي إيه هو الدواعي إن ست تدخل جراحة يعني تدخل عيادة جراحة تجميل ليه تشتكي من مشكلة من مشكلة الثدي انت بتتكلم الثدي بالنسبة للمرأة منطقة حساسة جدا هي المنطقة الأنثوية الظاهرية الأولى للمرأة يعني من بره الناس بتقول انت فرق راجل من ست بوجود الثدي المشكلة
ان اللي بيبقى عندها مشكله في الثدي عندها مشكله في انوثتها وبتؤثر على نفسيتها، مش عارفه تعيش كويس، مكتئبه منطويه مش عارفه تعيش حياتها. مشاكل الثدي عند المراه بتخليها تروح لدكتور وهي مش عارفه، بتقدم رجل وبتاخر رجل. هي في الاول والاخر امراه شرقيه عندها عاداتها وتقاليدها، حاسه ان المنطقه دي منطقه حساسه شويه بالنسبه لها، مش عارفه تتكلم فيها مع حد، لدرجه ان ساعات كتير قوي من الامهات اللي بتيجي مع بناتها بتكتشف مشكله الثدي عند بنتها وهي عند الدكتور. ويعني انا بيحصل كتير قوي، انا بكشف على البنت مع مامتها، بتقول مامتها بتقول بتتخض، بتقول انا اول مره اشوف بنتي بهذا الشكل، هي مش مقدره حجم المشكله اللي عندها. كتير قوي البنات بترفض تتخطب، بترفض تتجوز، بترفض حاجات كتير قوي عشان عندها مشكله في الثدي. فانت بتتكلم على نقطه خطيره جدا في نفسيه المراه او نفسيه الانثى، لان الثدي بالنسبه للانثى هو 90% من انوثتها او من احساسها بالكلام بالانوثتها. تكبير الثدي بالسيليكون نص ساعه بالظبط، ودي اكتر عمليه عامله نسبه ساتسفاكشن على مستوى العالم. يعني ايه ساتسفاكشن؟ اقضاء عمليه تجميل بتعتمد على اقضاء المريض. 90% من اللي عملوا العمليه دي عندهم رضا كامل عن العمليه. السؤال المهم بقى اللي بتيجي تساله، الحجم هيبقى قد ايه؟ بصي يا بنتي، الحجم بيعتمد على حاجتين، يعتمد على عرض عظامك رقم واحد، وعلى المكان اللي انا بملاه. يعني انا لو عندي جيب، الجيب ده ينفع احط فيه تليفون بس ما اقدرش احط فيه ترابيزه. اوكي، فاحنا بنحط المقاس اللي يناسب حاجتين، عظام حضرتك او عرض حضرتك والمكان اللي بملاه، ما هو ليه حد معين. طيب هيبان اثر لهذه العمليه؟ لا يا فندم مش هيبان اثر، لان الجرح غالبا بيبقى تحت الثدي. جروح الثدي فيها ميزه كبيره ان هي بتختفي مع الوقت، وعمليه مفرحه، دي فعلا اسمها عمليه مفرحه. انت لا تتخيل منظر البنات بعد ما ثقتهم بنفسهم بترجع تاني بعد هذه العمليات. اختلاف واضح في سيكولوجية البنت، طريقة لبسها، طريقة الميك اب، انت لما تشوفهم بعد العملية واحدة تانية خالص. ده عملية تكبير الثدي ببساطة. وراء للأمهات حكاية إن الثدي هيكبر بعد الخلفة وبعد الرضاعة أو المراهم أو شوف لي أي دواء. أنا جات لي واحدة والله العظيم خدت كورتيزون، أنا اتخرجتك وقتها سنة لحد ما جالها سكر، سكر وضغط. بنت عندها كام سنة؟ 25 سنة. مين يعني طبعا خطأ طبي كبير جدا ان حد ياخد كورتيزون، انا بقول لك على حاجة زيادة الوزن او لتكبير الثدي، ده خطأ طبي مش مقبول. وفي الاخر جالها ضغط. طبعا هتاخد السايد افكت بتاعت الكورتيزون. خدت كورتيزون بيتاخد تحت اشراف طبي، يعني مش بأي طريقة انديكيتد، لازم يكون يعني في مرض يستدعي، مش الكورتيزون ما تاخدش كده. قلت لها يا بنتي انت خطرتي بحياتك عشان تاخدي تكبري عشان وزنها يكبر يزيد. قالت لي اه عشان عايز احقن دون. قلت لها وفي نفس الوقت مش هينفع دون بالنسبه لك انت. وفي الاخر عمل سيلك وبقى ساتسفايد. التكبير يعني برضو الطريقه العلميه له، احنا قلنا العمليه بتتعمل في خلال تقريبا 30 دقيقه. 30 دقيقه بالظبط. الطريقه يعني هو بيبقى بنج كلي، اغلبيه الناس بتعمل بنج كلي، الثدي منطقه حساسه صعب يتعمل فيها بنج موضعي. فتحه صغيره تحت الثدي او في اسفل الثدي، الحشوه تتحط في مكان من الاثنين، اما تحت العضله اما ما بين العضله والثدي، وليس ده اختيار مريض، ده اختيار طبيب، يعتمد على سمك الثدي نفسه، هل هو ينفع يتحط تحت الثدي فما يتحسش او يتحط تحت العضله عشان ما يتحسش. ان في كتير امهات بتبقى بنسميهم فلات، يعني ما فيش ثدي خالص، فلو حطيته تحت ثدي جلد هيتحس، فبنحطه تحت العضله، والاثنين بيدوا نفس النتيجه ونفس الشكل ونفس كل حاجه، مفيش فرق بين الاثنين. الفكره كلها هنحطه فين؟ مكان البوزيشن. ده كلام تفاصيل علميه للي عايز يفهم تفاصيل علميه العمليه في العمليه نفسها. طب العيانه بتروح امتى؟ نص ساعه بعد العمليه. تمارس حياتها الطبيعيه امتى؟ وذن يعني بره 24 ساعه تكون في الشغل بتاعها يعني. مش عمليه تحتاج الى انا في واحده جت عملت عمليه واحده النادي دي بعديها
طبعا عادي بس. والله راحت النادي ما بعرفش عليك راحت النادي بعد نص ساعه من العمليه على النادي شد الثدي خصوصا في الناس اللي عندهم ترهلات بعد عمليه السمنه. طيب في بقى نقطه مهمه جدا انت جبت حته مهمه جدا قوي يعني ارجو من الناس تفهمني كويس في اللي انا هقوله. الثدي هي متعرض للترهل الشديد لسببين. السبب الاولاني لو هو كان مليان بسبب مثلا سمنه والكلام ده كله وفضي فبيحصل ترهلات شديده وخصوصا ان الجلد كمان بيضعف رقم واحد. رقم اتنين او سيده كميه الرضاعه او الولاده فحصل ترهلات في الثدي كتيره. منع او بسبب السن كلنا بنكبر في السن. عشان امنع ترهلات الثدي قبل ما اعمل العمليه او اقللها على قدر الامكان ازاي؟ لبس حمالات الصدر بيسموها بريست سبورت. كانوا بيقولوا ده حمالات الصدر بتسبب كانسر. انا هقول لك الكلام هو الناس فاهمها غلط. حمالات الصدر الضيقه هي اللي بتعمل تروما او بتعمل خبط في الثدي. اللي بيلبسوا حمالات ثدي ضيقه دي هي المشكله الاساسيه. انما حمالات الصدر العاديه هي بتسبورت الصدر بتسند الصدر فبتمنع تاثير الجاذبيه على الثدي فبتقلل ترهلات الثدي. فده رقم ايه؟ واحد. ازاي امنع ان يجيلي ترهلات في الثدي؟ طيب حصل ترهلات في الثدي ايه الحل؟ بقى عندي مشكله. المشكله الاولانيه حجم الصدر صغر بقى فيه جلد مترهل فانا لازم اول حاجه هشيل الجلد المترهل واكبر الصدر. طب ينفع دهون ولا سيليكون؟ الاحسن السيليكون. طب اشمعنى السيليكون مش الدهون؟ بنقول لهم الاتي: الدهون مش ماده صلبه زي ما الناس متفكره. الدهون ماده سيمي سوليد يعني مش هي صلبه ولا هي سائله. بالبلدي كده انا عاوز اشبهها شويه زي الزبده انت يعني مش ماده صلبه فعمرها ما هتسبورت او تخلي الثدي في منطقه ثابته على المدى الطويل. فانا محتاجين حاجه اقوى شويه عشان جلد الثدي بقى ضعيف. فاذا انا هكبر وهرفع بسيليكون بجروح بسيطه جدا عامله بيسموها اللولي باب او شكل المصاصه اللولي باب. جرح بالطول وجرح تحت الثدي وجرح ده تعبير طبي جراحي اللولي باب وجرح حوالين الهاله وده الجروح بتاعت الثدي احنا اتفقنا بتختفي تماما. الاهم من العمليه ازاي احافظ على هذه العمليه؟ طب يا ست الكل انت كانت المشكله الاساسيه في ترهلات الثدي بتاعتك ان انت ما كنتيش تعتني بلبس حماله الصدر. فارجو من حضرتك تعتني بلبس حماله الصدر وخصوصا ان حلينا المشكله. بس اساس المشكله لسه عندك الجلد الليجمنت ضعيفه. انا حسنتلك المسخ بس انت حافظي عليكي بالظبط زي اللي بيعمل اسنانه ومركب حشو. عموما الحشو هتبقى زي السنه العاديه بس يا حافظ يا حافظ هي دي السؤال. نروح للمنطقه المهمه برضو التثدي عند الرجال وخصوصا انه في كثره ويعني نوع من الفوضى في التعامل مع بانئات الاجسام او البادي بيلدر سبلمنتيشن اللي غير مفهوم جايه منين بالظبط مش تحت اشراف لا وزاره الصحه ولا حتى بتتباع في اماكن اللي نقدر جهاز حمايه المساعد يتابعها ده بتتباع من تحت سلم اندر جراوند يعني مدرب في جيم جاله شاب عايز يلعب شويه عضلات يقوي عضلاته ويخلي شكله افضل ويبقى فيتنس كويس فيقول له انا هديك حاجه جايبها من بره فوت عليا في البيت هديها لك او هقابلك في اي حته حقن ومش عارف ايه كوارث سايد افكت خطيره جدا بتاثر. طيب خلي بالك بس انا هنتكلم على حاجه مهمه جدا. الهرمونات في جسمك وتحك ادغى مني في الكلام اللي بقوله هي عباره عن سيمفونيه بتتعزف بمقادير معينه. لو حد هرمون منهم طلع عمل نشاز في هذه يعمل خلل السيمفونيه. الناس اللي بتاخد هرمونات جوث هرمونز والكلام ده كله عرضه اكتر للاصابه بالكانسرز اكتر من العيانين التاني وده يعني اللي بتنشط الخلايا بطريقه مستفزه. تصدي عند الرجال الراجل زي اي راجل يعيش باي حاجه ما عدا ان يكون عنده تصدي مكسوف من نفسه مش عارف يلبس مش عارف يخرج مش عارف ينزل البحر.
السادة دي ليه سببين كبار جدا، ده سبب مغضي او فيسيولوجي. الفيسيولوجي اللي هو مولود بيه وخلاص، وساعات بيحصل في السن الكبير كمان، وده حله بسيط. السبب المغضي ايه؟ السبب المغضي لإما خلل في وظائف الكبد ومش عارف ايه، او ادويه معينه، وحضرتك ادرى مني بالموضوع ده. الجيل بقى الجانك فود، اكل الشوارع، اكل الشوارع جانك فود وما فيه من هرمونات، الفرايد، الحاجات المقليه، نرزق اي حاجه يعني. تاني حاجه الادويه بتاعت الجيم والكلام ده كله، كميه التسدد اللي ظهرت. اللي بيحصل ايه؟ ان انت فيك كرجل هرمونات انثويه بس بحد معين، فانت بتاخد حاجات تنشط هذه الهرمونات او بتاخدها في صوره اكل، فهذه الهرمونات الانثويه بتروح منشطه غدد التسدي اللي موجوده عندك، فيحصل تسدي. بنعرفها ازاي؟ بنسال العيان الكلام ده يا ابني ظهر من عندك من امتى؟ قال لي من ساعه ما انا بلغت وهذه الامور ظاهره ان التسدي عندي موجود. خلاص ده بقى سبب وراثي او سبب هو مولود كده، بنسميها ايه؟ هي مولود كده. طب لا انا من ساعه ما بلعب جيم وانا طالب ابتدى يظهر طلاب كليه هندسه. انا بشوف بقول لك اهو، يعني طالب هندسه بيخش لي انت عندك تسدي، بيخش انا قبل ما العين طبعا بيبقى فرحان ازاي ده الدكتور ده وهمي عارف ان عندي تسدي بدون ما انا ايه ماشي فعلي. من كتر ما هم عادتهم بره بياكلوا جنك فود، مشاريع ومش مشاريع ومش عارف ايه وكل طلبه الكليه على فكره بياكلوا في المطاعم دي للاسف يعني. فبيبقى عنده مشكله تضخم في عضله الثدي، تضخم في غدد الثدي. المطاعم اللي بيع الفاست فود دي خطيره بالظبط كده، من اسوء الحاجات يا جماعه. زاد بقى اللي بيلعبوا جيم والكلام ده كله بياخدوا هرمونات. بيحصل ايه؟ هو بيبقى عنده واحده من ثلاث مشاكل او ثلاث مشاكل مع بعض، مشكله دهون ومشكله غدد زائد او ناقص مشكله جلد. الدهون والغدد بتشفط بالفيزر فتحات صغيره، وبرسم زي ما بيقولوا برسم البنش حته حته، بس لازم اسيب 10% من هذه الغدد عشان امنع دخول الهاله للداخل عشان يبقى شكله لذيذ. طبعا تيجي بتبان وقت العمليه، بيروح نفس اليوم نص ساعه بنج موضعي. تيجي مشكله الجلد، كانت زمان الناس اللي فقدت وزن كتير قوي، اللي وزنه راجل وزنه 160 كيلو فقد 80 كيلو او 90 كيلو بقى وزنه 70، ففي تدهورات في الثدي كبيره. يا دكتور هو انا عامل عمليه بجرح عشان انا خسيت عشان انزل البحر، هيبقى في جرح فيا مش عارف انزل البحر برضه وهنزل بالتيشيرت برضه، ايه الفرق؟ ظهر بقى اللي هو بيقول لك عليه جي بلازما، نتائجه في هذه الحالات اللي فقدت وزن كتير في شد الجلد المتغير بتاع التثدي وهميه. بالذات دي وهميه، ما بقى فيش حد بيتحط جرح في هذه التثدي. بس تنورتني، ربنا يخليك. ضيفي العزيز الصديق والزميل العزيز الاستاذ الدكتور حاتم الصحاب كان في الناس الحلوه اليوم. انا بسافر مسافات طويله، بسافر اطلع الصين 12 ساعه ولا امريكا 12 ساعه في الطيران، انا بيبقى عندي مشكله. انا لو نمت، انا ما انساش الجمله الشهيره اللي قال لي، الا لو غفلت ثانيه واحده بصح الطياره. يا لهوي، بصح الطياره من صوت شخير. تخيل حضرتك ان انا وانا قاعد في وسط الاستاف بتاعي بنام. احنا بنتكلم على الموضوع كريتيكال جدا، موضوع خطر جدا، موضوع خطير بجد، بين الشخير وحدوث تلف في الشرايين السبتية. عيان الشخير ده عيان كل الأنف والأذن. أنا ببقى عارف إن العيان ده هيخش يقول لي أنا عندي مشكلة شخير وعندي مشكلة توقف في النفس، ارتفاع في ضغط الدم ومشاكل في القلب، فترات تغيير الفصول دي فترات كارثية، بينام ومش قادر يتنفس. أهلا بيك في عالم الجيوب الأنفية. الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر جامعة القاهرة، زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم، زمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، أستاذ زائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم.
أهلا بكم. شيء في منتهى الأهمية والخطورة، النوم أثناء القيادة. في دراسة أمريكية أكدت أنه 35% من قائدي السيارات في الولايات المتحدة بيناموا أقل من 7 ساعات، ودي يؤدي إلى حوادث متعددة. احنا شايفين الأخ ده هو نام وهو سايق، وطبعا الحادثة في ثانية، يعني هو نام ثانيتين بس أو ثلاث، لعب في ودانه ونام، حادثة على طول. أهي الراجل رغم وزنه القوي دوت الحادثه ما فيش، ما بترحمش، رجع في الشنطه ورا بتاعه العربيه اهو، حاجه خطيره جدا. ده اخطر بقى، ده بقى سواق طبعا اتوبيس نام اثناء، طبعا مش بقى هو اللي تعرض للمشكله بس، لا، الغلابه المساكين اللي على شماله دول واقفين في الطريق، وده برضو نفس الكلام اتوبيس ونام برضو، وهوبا الحادثه في ثانيه، يعني الست اللي جنبه يعني في رعب شديد. ده بقى اظرفهم بقى، ده نام والاتوبيس راح في المزارع الخضراء والمساحات اشتغلت ودخل في الغابات وصحي لاجل حظه الحلو انه ما فيش حاجه يعني خطيره كانت في الطريق، ورجع ثاني للطريق القوي. الموضوع ده في منتهى الخطوره يا جماعه، لانه قله النوم تؤدي الى مشاكل اثناء القياده، في تؤدي الى ممكن تموت، مش الانسان بس، مش هو اللي ممكن يروح فيها، ما هو الحوادث دي بيروح فيها هو وبروح فيها ناس أبرياء تاني ماشيين تمام في طريقهم 100 فل و14، محدش غلط. ده كله بسبب قلة النوم، ناس ما نامتش كويس. طبعا ليها أسباب كتيرة، ممكن أنت ما طبقت يومين ورا بعض ما نمتش، مش عارف إيه، الكلام ده كله، خدت ترامادول، كل ده بيعمل نوم مفاجئ. لكن في حاجة تانية مهمة اسمها الشخير. صعوبة دخول الهواء في مجرى الهواء يؤدي إلى نقص الأكسجين اللي داخل الجسم، والواحد ينام يقول لك والله انا نمت امبارح 7 ساعات، بس انت ما نمتش كويس، انت ما دخلش الاكسجين جسمك بشكل كويس، كل شويه تصحى، عندك حاله اسمها سليب ابنيا سندروم، متلازمه ضيق التنفس، متلازمه صعوبه التنفس اثناء النوم، فده يؤدي الى انك انت تصحي من النوم 7 ساعات في السرير او 8 ساعات او حتى 10 ساعات في السرير، لكن النوم الفعلي فيهم قليل جدا. فقمت مش واخد كفايتك من النوم، ركبت عربيتك مشيت، وانت في الطريق صعوبة دخول الهواء قللت الأكسجين مرة أخرى، هوب رحت جاي نايم، في ثانية حصلت الحادثة. المرور لازم ياخد باله طبعا، هو صعب إنك تاخد بالك في الأكمنة من مين اللي نايم قدامك وأنت داخل عليك في الكمين، عينك تبص واحد شكله بينام وهو في الركنة بيسقط قدامك مش عارف إيه، خد بالك. أنا بتكلم لرجال المرور، وإن كان الموضوع صعب النهاردة هنتكلم بالتفصيل عن الشخير، وعندنا حلقة مهمة جدا من ناحية الطبية ومن ناحية أمن الطرق، من ناحية أمن المرور. ضيفي العزيز أستاذ الدكتور هشام إبراهيم، أهلا بيك دكتور هشام إبراهيم، نورنا. أهلا بيك يا دكتور أيمن، أهلا بيك. حقيقة معانا النهاردة ضيف يسعدني جدا أن هو يكون معانا، هو ضيفي وضيفك وأحد مرضى الدكتور هشام الذي أجرى جراحة خاصة بمشاكل النوم، الأستاذ محمد عبد الفتاح. أهلا بيك يا أستاذ محمد. أهلا يا دكتور، منورنا. الله يخليك. عايز أبدأ بإحصائيات أنه مرض الشخير أو مريض الشخير معرض للحادثة 2.5 مرتين ونص عن غيره. الكلام ده عايزين نشرحه للناس بالراحة ونفهمهم ليه هو معرض مرتين ونص أكتر. أولا أشكر حضرتك جدا للمقدمة الهائلة، المقدمة الشاملة طبيا واجتماعيا وأمنيا ومروريا وكل شيء. الحقيقة لما احنا بنقول ان مريض الشخير 2.5 عنده قابلية لعمل الحوادث، ده معناه ان احنا لو عندنا 500 فرد مثلا بيعملوا حوادث، اكتشفوا علميا وبالستاتيستكس بالإحصائيات ان 400 منهم الحادثة اللي حصلت دي بسبب موضوع قلة النوم بسبب موضوع الشخير. وانا عايز اقول ان الشخير مش بس هو الصوت العالي اللي احنا بنسمعه، طبعا الشخير صوت عالي، لكن الشخير هو انسداد وانقطاع النفس اثناء النوم، وهو ده الحقيقة المرحلة المتقدمة والخطيرة في موضوع الشخير. عشان كده اللي ما بينامش بالليل كويس غصب عنه طبعا كمية الاكسجين بتاعته بتبقى قليلة، ولكن غصب عنه كمان ساعات النوم الفعلية، إذا نام 8 ساعات مثلا فأكشولي فعليا هو بينام 3-4 ساعات. طب أما يصحى الصبح تاني يوم لازم غصب عنه هيعوض الأربع ساعات اللي ما نامهمش، هيعوضهم بإيه؟ بأربع ساعات تاني؟ أبدا، هيعوضهم بـ8 ساعات تاني عشان يقدر ياخد الأربع ساعات. فتخيل حضرتك ونام بليل 8 ساعات
يصحى تاني يوم عايز ينام 8 ساعات هينامهم ازاي؟ هينامهم بقى باي طريقه؟ هينامهم يخطف وهو سايق، يخطف شويه نوم وهو قاعد في مناقصه، وهو قاعد في مكتب، وهو قاعد في ميكروباص، وهو سايق عربيته، وهو سايق الموتوسيكل. حقيقي في حالات ريكوردد وجات للعياده فعلا حصلت حوادث وهو راكب موتوسيكل، نام وهو راكب الموتوسيكل فعلا، وهو وزوجته وراه فعلا. حضرتك حالات كتير جدا، مش هقول لحضرتك حاله واحده، دي حاجه. الحقيقه كمان في عند يعني جالي احد الاشخاص المهمين جدا بدون ذكر اسمائه وقال لي انا عندي مشكله خطيره، انا مش بتكلم على الصوت، انا بتكلم ان انا بسافر مسافات طويله، بسافر اطلع الصين 12 ساعه ولا امريكا 12 ساعه في الطيران، انا بيبقى عندي مشكله، انا لو نمت، انا ما انساش الجمله الشهيره اللي قالها لي، قال لي انا لو غفلت ثانيه واحده بصح الطياره. يا لهوي بصح الطياره من صوت شخير. بيجي لي اشخاص كتير جدا، ولسه قريب جدا يعني اخت فاضله جات لي قالت لي انا عايز اعمل عمليه شخير قبل ما اسافر الحج. ليه يا ست الحاج؟ قالت لي العمره اللي فاتت ما حدش نام معايا في الاوضه، طردوني والله قالت لي طردوني بره الاوضه ونمت على السلم. ليه؟ قالت لي ما حدش قادر ينام، وانتوا عارفين طبعا الزحام في العمره قالت لي فانا لا يمكن اسافر الحج الا اما اعمل عمليه الشخير. وغيرها الحقيقه حالات كتير جدا موضوع الشخير، اللي ما بيقدرش يروح يسافر وينام في مصيف عشان موضوع الشخير، اللي ما بيقدرش ينام في العمل بتاعه في الفترات النوم في الـ في الـ في الـ الاماكن النوم يعني عشان الموظفين واصحابه بيخرجوه بره، ويعني مش هقول لحضرتك امثله كثيره جدا. استاذ محمد قول لي يعني هل نمت قبل كده وانت سايق؟ السنه اللي فاتت بس مؤخرا رايح اسكندريه، وتعرف حضرتك لما تبقى انت خلاص عندك خبره قبل كده ان انت بتنام وانت سايق، فجهزت نفسي ان انا مش هنام. نمت كويس، خدت كفايتي من النوم، او اتهيأ لي ان انا خدت كفايتي من النوم، ومشيت خدت طريقي ونزلت في الريست وخدت قهوه ويعني عارف كل حاجه. ومجرد ما تاني ان ركبت عربيتي تقريبا مش فاكر بقى المده ايه او الزمن ايه، ولقيت نفسي برضه لابس في نفس السور الحاجز اللي هو على الشمال. ما هو شمال او يمين. ايه اللي بيحصل في الحالات المرضيه اللي فيها نقص اكسجين داخل الجسم زي الحاله دي اللي هي بتعبر عنها عن نفسائك لان كان بالشخير؟ نفهم الناس بقى. شوف حضرتك اللي حصل للاستاذ محمد هو فعلا كان ذكي جدا ان هو قال ان انا حاولت ان انا انام على قد ما اقدر، حاولت ان انا اخد قهوه على قد ما اقدر، وابعد عن نفسي كل الاسباب اللي ممكن تخليني انام. لكن هو السؤال المهم جدا، هل الاستاذ محمد لما نام بالليل، هل وهو نايم السبع ساعات اللي نامهم اللي هو بيقول ان هو نامهم، هل كميه الاكسجين اللي هو خدها كانت كفايه؟ لا يمكن. احنا عرضنا الحلقه اللي فاتت ان هو بياخد 50% تقريبا من الاكسجين، دي حاجه. الحاجة التانية، الجسم علميا وعالميا ان انت عشان حضرتك تبتدي تقوم تاني يوم فايق ودماغك موزونة زي ما بنقول لازم تنام 8 ساعات، الكل خلية في جسمك ترتاح لمدة 8 ساعات. هو السؤال هل هو الثمان ساعات اللي نامهم هما الثمان ساعات فعلا؟ لا، هو نام أربعة، فهو لازم يعوض الأربع ساعات دول. الأربع ساعات دول هيعوضهم ازاي تاني يوم؟ هيعوضهم بأي لحظة ممكن ان هو يقل الاكسجين بتاعه فيه، هو وهو مسترخي وقاعد سايق بيبتدي يقل الاكسجين شويه بشويه، يبتدي يفتح بقه، يبتدي يحصل شخير بسيط، يبتدي يخش في نوبه نوم غصب عنه. وانس ان ساعه كميه الاكسجين بتوصل للمخ قليله بيبتدي يفقد تركيزه، بيبتدي يخش في ثواني من النوم. الثواني دي هي الكفيله بعمل كل المشاكل اللي احنا بنشوفها من الحوادث ومن النوم اثناء المناقصات ومن النوم اثناء ركوب الاتوبيس ومن النوم اثناء ركوب الطياره وانت مش عايز تنام. فهو ده فعلا هو غصب عنه. والنوم في المحاضرات، في طلبه بتنام في المحاضرات كتير غصب عنها. غصب عنها طبعا طبعا. وغير النقل، غير اللي سهران طول الليل على اي حاجه في فيسبوك ولا بتاع وراح المحاضره بتاعته بينام. لكن لا، ده واحد نايم بالليل وينام تاني، هي دي النقطة. ان انا ببقى نايم بالليل السبع ساعات بتوعي وارجع تاني يوم او تاني يوم الصبح همدان يصحى الصبح انا ما نمتش، انا ما خدتش كفايتي من النوم، وهو ده بيبقى السبب الحقيقي في ان هو بيغفل طول النهار، وهي ده السبب الحقيقي. استاذ محمد اتطرد من شغله مرتين. اتفصل مرتين. تخيل حضرتك ان انا وانا قاعد في وسط الاستاف بتاعي
بنام. ومش بنام بس، بنام وبصوت. فبقت عمليه محرجه جدا. وفعلا يعني سبت شغلي مرتين، يعني الناس طبعا وهم المشكورين يعني اللي سووني، ان انا كنت بنام في وسط الناس اللي انا المفروض ان انا رئيسهم وبحفزهم على العمل. العلاج عملي، عمل عملي. استاذ محمد طبعا عملنا له عمليه. طبعا. الحقيقه استاذ محمد كان حاله مركبه. حاله عندها مشكله في الحلق، طبعا بعد ما عملنا له الفحوصات الكامله، كان عنده مشكله في الانف، كان عنده حاجز انفي، كان الكلام ده كله مأثر على السمع بتاعه، عامل له مشكله في ودنه جامده جدا، كان عنده الضغط في ودنه قليل جدا، والميه اللي في ودنه تحولت تقريبا الى غيره، وكانت الاذن الوسطى عشان نركب فيها الانبوبه المستديمه، يعني مش عايز اقول لحضرتك 2 مللي هم اللي لقيتهم، ده حظه الحقيقه، ده فضل من ربنا، لقيت 2 مللي هم اللي قدرت احطه فيهم الانبوبه. عمليته الحقيقه كانت من العمليات اللي ربنا وفقنا فيها اولا واخيرا. انا مش عايز احبش اتكلم على العمليات، احبش اتكلم على النتائج، لان دايما انا بقول ان نتيجه العمليه عمر ما الدكتور يقول نتيجه عمليتي، لكن انا دايما اقول عايز تسمع نتيجه العمليه تسمعها من المريض مش من الطبيب. الجديد ايه بقى دلوقتي؟ الجديد في العمليات ان المريض نفسه هو الجديد، والتكنولوجيا اللي بنشتغل بيها هي الجديده. التكنولوجيا دي هي عباره عن الاجهزه الجديده اللي بنستخدمها، جهاز الكوبليشن ده احدث جهاز في العالم بنستخدمه النهارده في عمليات الانف وعمليات الحلق وعمليات اللوز وعمليات الكلام ده كله، دي حاجه. والجديد الحقيقه عند العيان، ان العيان النهارده هو اللي بيحددني اعمل عمليه ايه، هو اللي بيحددني اعمل عمليه ايه. معنى مثلا ناس كتير جدا تيجي تقول لي يا دكتور هشام انت عمليه الشخير هتعملها لي، هتشيل اللوز، هو ده الشخير؟ لا طبعا. النهارده انا لما ببقى العيان اون تيبل تحت ايدي، انا بقدر احدد مثلا عايزين نوسع الحلق زي ما عملنا مع الاستاذ محمد، انا قلت له عملنا توسيع الحلق، لكن هل اقدر اشرح له انا عملت ايه؟ في منتهى الصعوبه، لان ده ما يبانش الا ساعه العمليه. يعني مثلا انا هوسع انهي عضله اللي هبتدي اشدها، انهي جزء في الحلق المرتخي اللي انا شايفه قدام عينيا وهو نايم وريلاكسد هبتدي اشد وابتدي اوسع الحلق بتاعه، هيتوسع على قد ايه، هتوسع لدرجه ايه، كل ده الحقيقه. عشان كده عمليات الشخير عمليات مركبه، مش عمليه ما اقدرش اقول انا عملت كذا وهو ده العمليه، ابدا. فعمليه الشخير الحقيقه وهي دي صعوبه وخبره الشغل في موضوع الشخير. الحمد لله بعد العمليه في تحسن. انا عايز اقول لحضرتك ان انا استعدت حياتي، اذا جاز التعبير، ورجعت حوالي 10 15 سنه تاني ورا حقيقي، حاسس باكسجين، حاسس بحيويه جميله جدا. عايز اقول لحضرتك ذوق، يعني اذا كان يجوز يعني التحدث في هذا الموضوع، ان حتى علاقتي الزوجيه اتغيرت، اتحسنت جدا. في ايفورت، في باور، اكسجين، مش حاسس بالمجهود اللي كنت ببذله. الحمد لله. انا عايز اقول لحضرتك فعلا انا حياتي اتغيرت. انت نورتنا، الله يكرمك يا دكتور. نورتنا دكتور هشام، الله يكرمك. يبقى لقاء مهم جدا مع ضيفي العزيز الاستاذ دكتور هشام ابراهيم في واحده من ادق واهم حالاتنا على الاطلاق، الشخير اثناء النوم الذي قد يؤثر على حياه الناس. خلي بالكم من صحتكم، وخلي بالكم من سوائتكم، اوعى تسوء وانت هتنام، خليكم مع الناس الحلوه. في دراسه بريطانيه من جامعه ستانفورد قالت ان في علاقه وثيقه بين الدوالي وبين امراض القلب وامراض السكر. موضوع الدوالي ده موضوع شهير جدا، ويمكن واخد حيز كبير قوي، على اعتبار ان الدوالي هي اكبر سبب من اسباب تاخر الانجاب للرجل. الميكروسكوب الجراحي حقق نتائج كويسه جدا وفي السنوات الاخيره، وادانا نتائج في تغير معدلات السائل المنوي بشكل كويس جدا. عشان كده يعني يمكن احنا وصلنا لاحسن نتائج في جراحات الدوالي للميكروسكوب الجراحي. من هو المسؤول عن اكتشاف حجم العضو الذكري الحقيقي؟ دور الطبيب ودور الام دور محوري ومهم جدا. كان في حالات ما كانش ليها اي امل خالص، لا بالعلاج ولا بالجراحه، فكنا بنقف. ممكن الراجل ما يبقاش عنده حيوانات منويه خالص ونعمل حقن مجهري ويخلف. ده اللي خلانا دلوقتي ما نقولش عقم، بقينا نقول تاخر انجاب. دلوقتي واحد اتجوز، فتح بيت، ظلم مراته، دخل في مشكله كبيره قوي عشان ما حدش شخصه بدري، ما حدش لحقه بدري. الأستاذ الدكتور عماد الدين كمال
أستاذ أمراض الذكورة والأمراض التناسلية بكلية الطب جامعة أسيوط، استشاري أمراض الذكورة والحقن المجهري مركز خصوبة. أهلا بيكم. النهاردة حوار مثير للغاية عن الدوالي، لكن خليني أقول لكم معلومة في منتهى الأهمية. في دراسة بريطانية من جامعة ستانفورد قالت إن في علاقة وثيقة بين الدوالي وبين أمراض القلب وأمراض السكر، والحقيقة ربطت المسألة أو ربطت القصة باضطرابات هرمون الذكورة المصاحبة أحياناً لبعض حالات الدوالي. دوالي الخصيتين اللي بقصد بيه دوالي الخصيتين. دوالي الخصيتين تؤثر على الخصيتين اللي هما مركز ومصنع إنتاج الهرمون الشهير جداً اللي اسمه التستوستيرون. واضح إن إحنا بدأنا نهتم بهذا الهرمون. هذا الهرمون عندما يتأثر في حالات الدوالي بيتأثر تأثر ساعات عنيف. لما بيقل هذا الهرمون في فرص وفي ربط وثيق جدا وثيق جدا ما بين هرمون الذكورة وبين أمراض القلب، بين هرمون الذكورة وبين أمراض السكر، يعني بين صحة البنكرياس وصحة الشريان التاجي. النتائج اتعملت على 4000 رجل مصاب بحالات تأثر في هرمون الذكورة ناتجا عن الدوالي، ولقوا أنه هذه المجموعة مجموعة كبيرة معرضين أو جزء منهم معرض لأمراض القلب، أمراض الأيض اللي هي الميتابوليك سندروم اللي هي السمنة والسكر والضغط والهرمون والدهون العالية واليوريك أسيد العالي النقرس يعني. وأوضحت الدراسة أنه هذه المشكلة العنيفة اللي هي مشكلة الدوالي قد تكون أخطر مما نتصور على مستوى الجسم ككل، مش بس على مستوى الخصوبة والعقم فقط في الرجال. إذن ننتبه، فالحوار هنا مثير ومهم، وأيضا ده اللي أنا قلته ده يجعلني أضع الدوالي في خانة مهمة، إنها مش بس بتتعمل كعملية لإنقاذ خصوبة الرجل ورغبته في الإنجاب، لا ده أنا بعملها أكيد عشان أحافظ على الصحة العامة لهذا الرجل. النهاردة حوار مثير مع قمة علمية كبيرة واسم كبير في عالم طبعا الذكورة، نفخر بوجوده معنا الأستاذ دكتور عماد الدين كمال، أستاذ أمراض الذكورة، الأستاذ بكلية الطب جامعة أسيوط، واستشاري أمراض الذكورة والحقن المجهري، وطبعا الاسم المتميز. أهلا بيك دكتور عماد الدين، منورني وسعيد جدا بهذه الزيارة. هبدأ بالدوالي، لكن أنا عايز النهاردة أركز على الجراحة الميكروسكوبية في الدوالي، لكن بسرعة شديدة إيه هي الدوالي بسرعة والطرق المختلفة فعلك عشان الناس بس تفهم إيه دوالي الخصيتين. موضوع الدوالي ده موضوع شهير جدا ويمكن واخد حيز كبير قوي، على اعتبار أن الدوالي هي أكبر سبب من أسباب تأخر الإنجاب للرجل. يعني تشكل تقريبا حوالي 50% من الأسباب هي عبارة عن دوالي الخصيتين. ودوالي الخصيتين ما هي لجزء من مشكلة وريدية، أن احنا بيبقى عندنا ضعف في الأوردة بتاعة الخصية. الأوردة دي المفروض أنها تحتوي على بعض الصمامات اللي هي بترجع الدم الفاسد أو الغير مؤكسد من الخصية للدورة الدموية. اللي بيحصل أن الصمامات دي بتبوظ، فالدم بيرجع تاني ويتراكم حوالين الخصية. تراكم الدم الغير مؤكسد حوالين الخصية بيرفع من درجة حرارة الخصية، والخصية احنا عارفين أنها بتشتغل في درجة حرارة أقل من درجة حرارة الجسم بدرجتين، يعني بتشتغل عند 35 درجة مئوية. ارتفاع الحرارة تضعف الحيوانات المنوية. الحاجة الثانية ان رجوع الدم الغير مؤكسد ده بيرجع بعض الشوائب للخصية، فده بيضعف برضو الحيوانات المنوية. الدوالي بتبقى درجات، منها درجة خفيفة او بسيطة جدا، ممكن الموضوع يزيد يبقى درجة متوسطة، ممكن الموضوع يوصل للدرجة المتقدمة من الدوالي. كل الدرجات لها تأثير على الخصية مع اختلاف الوضع بتاع المريض ومع اختلاف الخصية او حجمها، لكن في الاخر معظم الناس اللي بيبقى عندها دوالي دايما بتتأثر بموضوع ان بيبقى فيه مشكلة في الخصوبة، ضعف القدرة الإنجابية على مختلف الموضوع. عندنا 10% من الناس ممكن يهربوا من موضوع الدوالي، يتجوزوا ويخلفوا ومحدش يعرف انهم عندهم دوالي خالص، الا بعد سن كبير المريض جاي عشان المشكلة في الانتصاب، نبص اللي عنده دوالي كبيرة قوي نسأله يقول لك انا معايا 5-6 عيال ما عنديش مشكلة. فدي نسبة فعلا بتحصل عشان ما حدش يقول لا ده فلان كان عنده دوالي وخلف. دي بيحصلوا فعلا بس دول 10%. نيجي لل 60% التانيين، 60% التانيين بيبقى عندنا تأخر أولي في الإنجاب، يعني الحمل ما بيحصلش.
من الأول، من أول الجواز. 20% ممكن يحصل حمل ونخلف مرة، بس نيجي بعد كده الموضوع يتأخر. فما يجي المريض يقولك أصلا خلفت قبل كده، أوكي مفيش مشكلة، أنت خلفت بس كان في دوالي تأثيرها تدريجي وصلت لمرحلة إن هي نزلت معدلات السائل المنوي للمعدل اللي بقى فيه صعوبة في حدوث الحمل. 20% تانين ممكن يحصل حمل ضعيف، والحمل ده ينزل في 3 شهور. ودي معلومة مهمة جدا عشان كل الناس متوقعة ان الست طالما حملت يبقى الراجل ملوش دعوة بالموضوع نهائي. الكلام ده مش مظبوط، لا، احنا عندنا سبب مهم جدا اللي هو دوال الخصيتين. دايما بتعمل حاجة اسمها ضعف في المادة الوراثية للحيوان المنوي، او بيسموها تكسير الدي ان ايه. تكسير الدي ان ايه بيخلي الحمض النووي بتاع الحيوان ضعيف، الحيوان يلقح البويضة والحمل يتم والاختبار يطلع عالي، ونبص نلاقي شهر شهرين الجنين كبر وفجأة توقف، مفيش نبض ونزل الحمل. ايه اللي حصل؟ ده حمل ضعيف نتيجة لحيوان منوي يحمل جينات وراثية ضعيفة أدى إلى جنين ضعيف. فده بيحصل، فدول نسبة برضو. كل الناس دول مع اختلاف درجاتهم بيبقى عندهم دوالي، إيه اللي بيخلف مرة وما بيخلفش، إيه اللي بيتأخر في الأول، اللي بيحصل حمله بينزل، والنسبة الصغيرين اللي ممكن يعدوا ويخلفوا مرة أو مرتين. فالدوالي لها تأثيرات مختلفة ومتشابكة. ايه بقى الجراحة الميكروسكوبية، هذه الطفرة الكبيرة في عالم الدوالي؟ موضوع العلاج بتاع الدوالي من زمان مر بمراحل مختلفة. والمراحل دي اللي يحكم دايما العمليات دي ناجحة ولا لا، اللي هو التغير في معدلات السائل المنوي. تمام، فدايما الابحاث يعني تركزت كلها ان احنا نشوف العمليات اللي هي بتدينا نتائج احسن في السائل المنوي، لان بالظبط زي ما احنا بنقول 80% من اللي بيعملوا دوالي بيعملوا عشان موضوع الحمل. نادرا ان احنا نلاقي 10% من الشباب يحصل عندهم الم في الخصيه ويضطروا ان هم يعملوا العمليه دي قبل الجواز عشان ان هي بتعمل لهم الم، لكن في الغالب الدوالي ما بتعملش الم. برضو دي معلومه مهمه عشان المريض يقول لك لا انا ما عنديش الم ولا حاجه. 80% ما فيش الم، 20% بس ممكن يبقى الم مع الدرجات المتقدمه من الدوالي. فاللي خلانا نقول العمليه دي احسن او العمليه دي اللي هو ان احنا بدانا نشوف التحليل بتاع المريض ده بعد 3 شهور من العمليه، بعد 6 شهور، بعد فتره اتحسن ولا لا. بدانا بالجراحات العاديه مع اختلاف مستوياتها. زمان كانت العمليه بتتعمل في الخصيه، الموضوع ده بقى ليه مضاعفات ودايما بيحصل مشاكل لان المكان ده صعب ودايما بيحصل تورم في الخصيه بشكل كبير، تجمع دموي، حاجات كتير. بدانا نطلع فوق ان احنا نربط الاورده دي فوق في البطن على مستوى عالي من البطن، لقينا ان الدوالي بترجع تاني لان انا بسيب مكان ليها تحت في تشعب للاورده فما وصلهوش، فبالتالي بترجع تاني، فبرضو دي عيب في العمليه. تمام، لينا الجراحات اللي هي في المنطقه او القناه الارهابيه، هي احسن جراحات بتقلل فرص الرجوع وبتبعد عن مضاعفات الخصيه وبتدي احسن تحسن في السائل المنوي. بدانا يعني الموضوع يخش طب ما نعمل جراحات منظار ومناظير جراحيه. المناظير الجراحيه في الدوالي مش كل جديد في الطب ياتي بنتيجه افضل للاسف. لقينا نسبه رجوع الدوالي في المناظير الجراحيه بتوصل لحوالي 20%، طبعا نسبه كبيره قوي. بس ميزه المنظار الجراحي ان انا بعمل جرح صغير، لكن ايه الفايده؟ جرح صغير والعمليه ترجع. طب ما انا بعمل دلوقتي الجراحه بجرح صغير، خلاص يبقى ما فيش مشكله. تمام، بدانا بقى نشوف طب ما نفكر ان بعض العمليات اللي كانت بتتعمل للدوالي ممكن يتربط فيها الشرايين اللي بتغذي الخصيه، ده خطر كتير. فدي بتضعف كفاءه الخصيه. بصوا الخصيه التحليل بدل ما بيزيد بيقل، والخصيه بدا حجمها يضعف او يقل. فعشان نتجنب الموضوع ده الجديد ان احنا نستخدم مايكروسكوب جراحي ان انا اكبر بيه واشوف الشعيرات دي بحيث اتجنب ان انا اربط الشريان اللي بيغذي الخصيه، ابعده عني في الفيلد خالص وابدا اخد الاورده واربط الاورده، وبالتالي نتجنب ان احنا نربط الشريان ده. الميكروسكوب الجراحي حقق نتائج كويسه جدا وفي السنوات الاخيره، وادانا نتائج في تغير معدلات السائل المنوي بشكل كويس جدا. عشان كده يعني يمكن احنا وصلنا لاحسن نتائج في جراحات الدوالي للميكروسكوب الجراحي. طبعا المونيتور زي ما احنا شايفين بالظبط زي بيوريني، يعني انت بتبقى حضرتك شايف المكبر بالزبط. جدا بالظبط، بنشوف الاورده قدامنا على مونيتور ونقدر ناخد الاورده اللي هي فيها دوالي نربطها وريد وريد
ونشوف الشريان اللي هو فيه بالسيشن او فيه نبض اللي هو بيغذي الخصيه، ابعده عني واربط الاورده وبقلل كده مضاعفات العمليه بشكل كبير جدا. هل تصلح الجراحه الميكروسكوبيه كل حالات الدوالي؟ ده سؤال علمي اكتر منه. كل حالات الدوالي تصلح للجراحه الميكروسكوبيه. الجراحه الميكروسكوبيه ما هي الا وسيله بتديني نتائج في العمليه. فطالما هعمل دوالي يبقى اقدر استخدم ميكروسكوب. عمليه جراحيه تحتاج الى ترتيبات، تحتاج الى بريبريشن، اعتقد من العمليات اللي مش امرجنسي، فالترتيبات فيها تلعب دور مهم. مهم جدا. ترتيبات عمليه الدوالي دي مهمه جدا، بمعنى ان انا مش كل عند مريض عنده دوالي هعمل له عمليه. يعني انا لو هقسم المرضى اللي عندهم دوالي هحطهم في ثلاث مجموعات. المجموعه الاولانيه اللي هي ان انا لازم اعمل دوالي وبسرعه وما استناش. المجموعه الثانيه اللي هم المرضى اللي عندهم دوالي ضعيفه او متوسطه، في ضعف بسيط في معدلات السائل المنوي مش كبيره، والحمل متاخر مش فتره طويله، فده ممكن اديله فرصه واستنى عليه فتره بدل ما اعمل عمليه الدوالي، 6 شهور 3 شهور فتره، لا الدنيا ما اتظبطتش هعمل الدوالي. المجموعه الثالثه اللي انا مش هروح اعمل لهم دوالي خالص ولا ليها اي قيمه، بالعكس انا هعمل لهم مضاعفات بالعمليه دي، ان هم الناس اللي عندهم مشاكل في الكروموزومات، مشاكل في الجينات، الخصيه ضعيفه وحجمها صغير وفيها ضمور وتقريبا انتاجها من الحيوانات المنويه ضعيف جدا او يكاد يكون معدوم. المريض ممكن يبقى ازوسبرميا، مفيش حيوانات منويه، قد يكون في بعض الحيوانات، فدول مش هيستفادوا من الدوالي لسبب انا عندي مشكله ثانيه خالص اكبر من الدوالي. فلازم مجهودي وتكلفتي الماديه اوجهها ان انا اعالج المشكله دي، ولو ما عرفتش يبقى المريض هيستفاد اكتر انه يعمل حقن مجهري، فالعمليه مش هتديله اي فايده. الدوالي ما هي كومبليكيشن بتاعتها اذا تركت على المستوى الطبي بقى؟ الدوالي يعني يمكن اكتر كومبليكيشن ليها ان هي بتقلل الخطوره الانجابيه بشكل كبير جدا. يعني احنا ممكن معدلات السائل المنوي اللي بيحتوي على 15 او 20 مليون حيوان منوي، إذا تركت الدوالي ممكن دول ينزلوا ل 5 2 3 مليون أو أحيانا ينعدموا تماما. ده أهم مشكلة. المشكلة الثانية زي ما حضرتك ذكرت إن الخصية بتطلع زي ما بتطلع حيوانات منوية بتطلع هرمون ذكور. لو أنا عندي دوالي كبيرة وفضلت فترة ضغط على الخصية بالتأكيد هرمون الذكور هيقل. وهرمون الذكورة الموضوع هيطلع بره حيز القدرة الإنجابية، هيخش في حيز القدرة الجنسية والرغبة الجنسية، فهتبدأ برضو الحاجات دي كلها تقل أو تضعف. دول أكتر مشكلتين مهمين جدا مرتبطين بالدوالي. هل إذا الدوالي قد تصل إلى مرحلة أنها تؤدي إلى عقمة في الرجل؟ بالتأكيد. الدوالي لو سبناها بشكل كبير وكان الدوالي متقدمة كتير قوي من المرضى اللي وصلوا الأرقام من السائل المنوي بشكل كبير جدا. الحاجة التانية ان هي الدوالي حتى بعض الناس ان هم بيبقى عندهم دوالي احيانا يفكروا انهم يعملوا حقن مجهري، يقول لك انا بدل ما اعمل عملية دوالي لا انا هعمل حقن مجهري. الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ لان احنا لسه قايلين ان الدوالي بتأثر على المادة الوراثية في الحيوان المنوي، فما ياخد الحيوان المنوي ده وازرعه في البويضة في الحقن المجهري، انا خدت حيوان ضعيف وكونت جنين ضعيف صرفت عليه فلوس في الحقن المجهري. احط الجنين ده في الرحم بتاع الزوجه، الجنين هيبقى كويس شكلا وهيكمل اسبوع اسبوعين 3 شهر شهرين وفي الاخر هينزل. فده طبعا هي نفس المشكله. الدوالي امر مخيف للرجل، امر مخيف للصحه الانجابيه، علامه مهمه جدا من علامات الإعاقة في القدرة الإنجابية، وهناك الكثير من الأمور تدور حول الدوالي. يظن البعض مثلا من الخرافات أنه هناك علاقة وثيقة بين الدوالي ومشاهدة الأفلام الإباحية. مشاهدة الأفلام الإباحية تؤثر على القدرة الجنسية وتؤثر على القدرة العقلية ولها أثار جانبية كثيرة، لكن ليس هناك علاقة علمية ما بين هذه الكارثة وبين الدوالي. الدوالي مرض جراحي، مرض جيني جراحي، يعني مرض عيوب، عيب موجود في الصمامات، ما فيش علاقة بين ده وده، لكن ده لا ينفي أن هذه الرذيلة لها أثار جانبية مدمرة للغاية، متمثلة في عدم القدرة على الأداء الطبيعي، متمثلة في أمراض نفسية، متمثلة في مشاكل كثيرة جدا بخلاف الذنب المرتكب فيه. هذا الحوار مهم للغاية، وأكيد ضيف يعني وجود ضيف العزيز
اعطى الاهميه الكبرى لمثل هذه الموضوعات العلميه. انت نورتنا دكتور عماد بيه، وسعيد جدا بهذه الزياره الرائعه. شكرا. ضيفي العزيز الاستاذ دكتور عماد الدين كمال، استاذ امراض الذكوره والامراض التناسليه، الاستاذ بكليه طب جامعه اسيوط، استشاري امراض الذكوره وتاخر الانجاب، وطبعا الاسم الكبير في هذا المجال كان ضيفي فيه الناس الحلوه. خليكوا دايما معانا مع الناس الحلوه. ازاي الانسان بيتغير شكله بسنانه بس؟ دي اكتر حاجه بتفرق في شكل في الفيرست امبريشن بتاع اي بني ادم، سنانه. ما بعد الزراعه هل تنقطع العلاقه خلاص الدكتور؟ انا معايا لا. احنا بنبص عليه بعد كام يوم، اول مره بنبص عليه بس بعد 3 4 ايام، اسبوع، وبعد كده اسبوعين، وبعد كده مره كل شهر. الشخص دوت عزيز عليا جدا، السنان دي كلها اللي تحت ملخلخه وحالتها حقيقي مش كويسه خالص، لدرجه ان هو لا بيحرك لسانه والسنان بتروح وبتيجي معاه. قدرنا ان احنا نعمل الزرعات اللي تحت كلها، وقدرنا نوصل لشكل مرضي جدا، لدرجه ان هو ما كانش عايز يمشي من العياده، بيقول انا سعيد لدرجه ان انا مش قادر اهو، يعني زي بيقول الدنيا مستعياني من الفرحه. الدكتور اسراء احمد السعيد، استشاري جراحات الفم والاسنان بكليه طب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كلية طب القصر العيني، ماجستير جراحة الفم والأسنان كلية الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. أهلا بكم في واحدة من المتع الشخصية الخاصة جدا في عالم الطب، وهو عالم طب الأسنان. قبل ما ندخل النهاردة في حلقة ممتعة جدا هعيدكم فيها بكمية كبيرة جدا من المعلومات الدقيقة، خليني أحكي لكم قصص صغيرة خالص. طب الأسنان مشاكله مش على مستوى العامة، المشاهير كمان كانوا بيعانوا، والمشهور لما يعاني من مشاكل في أسنانه المسألة بتتضاعف، لأنه طبعا الضوء بيسلط عليه الفترة وهو بأسنانه اللي ما كانتش حلوة. أنا مثلا بحكي لكم شيريل كول. شيريل كول ديت واحدة من المشاهير اللي قامت بتعديل ابتسامتها بشكل كبير. يعني شوف الشكل، انا بس عايزكم تبصوا لحاجه، هل دي هي دي؟ يعني انا لما بصيت للصورتين قلت لهم يا جماعه انتوا متاكدين ان هما نفس الصور نفس الشخصيه؟ قالوا لي اه. الفرق تخيلوا ايه؟ حاجات بسيطه من ضمنها السنان، في حاجات تانية مناخير اتظبطت شويه مش عارف ايه، لكن السنان هي اهم حاجه، هي الاساس. شوف تخيلوا فرقت ازاي السنان. يعني لما نشوف مثلا 50 سنت، كلكم عارفين 50 سنت طبعا، يعني واحد من تخيلوا ان الفرق برضو بين الشكلين السنان بس. تخيلوا بين افلك مثلا، بين افلك كمان من الناس اللي ما غيرتش كتير في اسنانها، بس برضو من الحاجات اللي اتغيرت فيه جدا سوف الثقه، رغم ان بين افلك عنده مشكله على فكره في عدله الفم نفسها، دي مشكله خلقيه، يعني هو ما عنده اسيمتري واضح جدا من نص وشه اليمين ونص وشه الشمال، فبرضو الفرق كبير. طبعا اللي جاي ده بقى اقواهم واكثرهم يعني فرقا، توم كروز فرق رهيب بين شكله واسنانه القديمه واسنانه الجديد. توم كروز مش من الناس اللي عملوا عمليات تجميل كتير، ما عملش عمليه تجميل في انفه، هي انفه زي ما هي من زمان، ما عملش اي فيلر، يمكن بوتوكس شويه، لكن كل اللي عمله اسنانه بس. شوف الفرق المذهل بين شاب اعتقد انه يمكن عانى وهو شاب بمشاكل عديده، وشوف دلوقتي توم كروز واحد من رموز الشكل الجمالي بالنسبه للرجل، او الوسامه بالنسبه للرجل. برضو مايلي سايروس برضو من مشاهير قوي، دي من نجوم ديزني المشهورين قوي، بعد ما كانت سنانها طفوليه، شوف الوش الطفولي، الاسنان طفوليه، التعبيرات كلها طفوليه، خلاص كلها انقلبت. نيكولاس كيدج بقى ده اخر واحد هنتكلم عنه، ازاي اختلفت سنانه من اسنان صفراء مش حلوه، ودي اسنان صعبه جدا في تكوين وجهي، مش سهل يعني، هو تكوين وجه بتاع لانه هو مثلث، فالوش داخل لتحت في اكيد كل بقى الكوليدور كان فيه جوانب مظلمه، ازاي ده كله اختفى واصبح نيكولاس كيدج الان، وقعد سنين طويله. يعني نيكولاس كيدج من الناس اللي اعتقد قعدوا سنين طويله باسنانهم الاصليه لغايه لما اقتنع اخيرا انه لازم يعمل اسنانه بهذا الشكل. اذا العالم المشهور ايضا سنانهم كانت بتشكل لهم مشكله،
تخيل بقى مثلا نص افلام او ثلاث ارباع افلام نيكولاس كيج، لانه ممثل بيمثل من الثمانينات او ممكن من كمان من بعد كده قبل كده بشويه، كان عايش بسنان مش حلوه، ودلوقتي شوف الفرق عامل ازاي. اللافت نظر الفرق، تعالوا النهارده نعيش مع عالم طب الاسنان الممتع جدا، في عالم الزراعه في عالم التجميل، ونستمتع بحوار قصصي جميل، قصصي اكلينيكي ممتع مع ضيفتي العزيزه الدكتوره اسراء السعيد. اهلا بيك يا دكتوره اسراء. انت الوحيده ليكي نوادر. مش اي حاجه تكتبي مذكرات الحاجات المفروض اعمل كده. قبل ما ابدا النهارده، احنا عندنا الحلقه النهارده نصين، نص زراعه ونص تجميل، تمام. بس عايز قبل ما ابدا، ازاي الانسان بيتغير شكله بسنانه بس؟ طبعا طبعا، دي الفيرست لوك، دي اكتر حاجه بتفرق في شكل في الفيرست امبريشن بتاع اي بني ادم، سنانه اول حاجه العين بتيجي عليها، اللي بيكلمك بتيجي عينه عليها سنانك. ازاي اكتر حاجه تخليك عندك سيلف كونفيدنس وانت واقف تتكلم؟ سنانك. ازاي ده؟ في ناس ما بتقدرش تروح تقدم في اماكن يشتغلوا، او في اماكن زي الكليات العسكريه، او في بوزيشنز في شركات كبيره عشان سنانهم. دي مبدئيا الف به مرفوضه، مش هيقبلوا علشان خاطر شكل سنانهم. في ناس كتير تكلمهم تلاقيهم بيعملوا كده، مش قادرين يتكلموا، مش قادرين يواجهوك بالشكل دوت. لما يجي يشتغل في اي بوزيشن حتى لو مدرس بيتعامل مع طلبه، ما ينفعش يتكلم وهو عامل كده. ازاي ده؟ ده الف به سنان، الف به. هروح للزراعه بقى، هبدا الاول بالزراعه. تمام. الزراعه انواع، الزراعه تحضيرات، كلمتي طبعًا مهمه قوي، كلميني على الانواع وكلميني على التحضيرات. طيب الزراعه مبدئيا، علشان برضو موضوع الزراعه دوت موضوع مخيف للناس كلها. الناس متصوره ان احنا بنمسك شنيور وبندخل حاجه كده في العظم ونحطها ونسقي وبعد كده تنبت، وبسمع حاجات غريبه جدا، مفيش حاجه اسمها كده. الزرعه ما بتكبرش ما بتغيرش. الزرعه ديت اولا هي محتاجه فكره، ايه هي الفكره اللي احنا هنعملها عشان نحط الزرعه دي في مكانها؟ زي بالظبط ببسطها للناس وبقول زي ما تيجي تبني عماره، مش المفروض الاول يبقى عندك بلان، انت عندك ارض شكلها ايه وهتحط الزرعات فين؟ الزرعه دي بقى شكلها ايه؟ السيرفيس تريتمنت بتاع الزرعه دوت ايه؟ بيفرق ايه مثلا؟ يقول لك الزرعه دي الماني، الزرعه دي سويسري. معالجه السطح. الزرعه ديت فيها اوبشنز ايه؟ تدخل في مكان شكله ايه؟ المادة الصنع بتاعتها، الطريقة تعقيمها. الزرعة ديت فيها فكرة كبيرة وبتستاهل ان الواحد يصرف عليها جامد. يعني الناس تيجي تقولي مثلا ايه، طب تحطي لي الالماني ولا تحطي الكوري ولا تحطي السويسري ولا اولا هي كل نوع عظم ليه دايمنشنز معينة موجودة في شركة معينة، شركة دي تطلع كوري تطلع سويسري تطلع واتيفر. ايه الفرق بين الكوري وبين الالماني؟ السيرفيس تريتمنت. والسيرفيس تريتمنت دوت اللي هو معالجه السطح، هو اللي بينشا عنه ايه الهيلينج بروسس، يعني ازاي الزرعه دي تلتئم جوه العظم وتبقى جزء منه. الزرعه ديت عشان تبقى جزء من العظم يبقى كده وصلنا للالتئام 100%. ده في بعض انواع الزرعات الالتئام يحصل في كل الزرعه ما عدا الحته اللي موجوده قرب اللسة، تلاقيها باينه والزرعه طالعه وما حصلش التئام عنها، ده بيهدد على طول ان الزرعه ديت هتقع او مش هتستحمل حمل عليها. دي مشكله جامده جدا في الزرعات. طب مين اعلى نسبه السيرفيس تريتمنت واعلى هيلينج يعني التئام؟ الالماني. مش عشان بلد المنشا، علشان الـ المواد اللي محطوطه على السيرفيس بتاعتها بتقدر تعمل انتر اكشن، يعني تفاعل مع العظم وتبقى جزء منه. فانت ضمنت ان دي فعلا بقت درسك، دي فعلا بقت 100% يونيون مع الجسم. ايه خطوات الزراعه؟ اول خطوه خالص ان ما يكونش فيه سنه في المكان ده. لان في ناس تيجي تقول ايه، طيب ما انا دلوقتي عندي سنه وكويسه، بدل ما اركب لها طربوش طب ما انا اخلعها واحط زرعه. لا يا فندم، حاجه مش حاله زراعه، انت حاله طربوش، او انت حاله علاج جذور وطربوش، او احنا حاله تجميل. لا، الاول لازم السنه ما تكونش موجوده. زي بالظبط امتى تبني عماره؟ يبقى عندك ارض. طب انت عندك عماره، تبني عماره فوق العماره ازاي؟ مش منطقي. لا، دي بسمعها كتير فعلا، تيجي تقول خلاص قدام الزراعه سهله شيلي وحطي. لا، مفيش حاجه اسمها كده طبعا. طالما في عماره يبقى ما ينفعش اطلع عماره على عماره. مش منطقي. اول حاجه يكون في مكان فاضي هزرع فيه. تاني حاجة يكون عندي أشعة مقطعية قوية موضحة كل الدايمنشنز اللي في المكان، موضحة أنا هقدر أحط هنا زرعة طولها إيه وعرضها إيه، السراوندينجز وضعهم إيه. يعني مثلا في ناس ما بتاخدش بالها من
مثلا الحاله ديت جايه تشيل البريدج وتحط مكانه زرعه، هل منطقي ان انا دلوقتي اشيل البريدج اللي موجود دوت واخلع السنان دي واحط زرعه؟ طبعا غير منطقي، السبب لان احنا لقينا هنا كيس دهني رهيب في المكان دوت، او اسمه سيست ان انجلش، اسمه سيست. السيست دوت ده قصه، ده ما ينفعش ازرع خالص في مكان فيه سيست، يعني مكان فاضي، مكان ما فيهوش بون دينستي، ما فيهوش عظم، هزرع فيه ازاي؟ مستحيل. يبقى احنا كده لازم الاول هنعمل، هنشيل الكيس دوت كله ونحط في المكان عظم، ونستنى العظم دوت لما يلتئم مع العظم الحقيقي بتاع الفك، وبعد كده نتكلم بقى ان احنا عايزين نشيل السنان ديت ولا مش عايزين نشيلها، عايزين نوصل لايه. ده فيو اخر بيبين لنا الكيس الدهني اللي موجود في المكان دوت، وان احنا وقفنا لما عملنا اشعه محترمه، احنا وقفنا كل الفكره اللي احنا اتكلمنا فيها، وفكره الزراعه وفكره نشيل البريدج وي وي وي، الفكره وقفت بالاشعه المقطعيه. يبقى احنا تاني خطوه عندنا اشعه مقطعيه. ثالث خطوه صحه الشخص اللي احنا هنزرع له، بمعنى ما قلناش ان هو ما يكونش عنده سكر على فكره، عشان موضوع السكر ده موضوع واخد حجم، واخد حجم كبير بس اكبر من حجمه. لا يا جماعه، مريض السكر بيزرع وبيعالج سنانه وبيعمل كل اللي هو عايزه، ولكن مريض السكر لازم يبقى، لازم يعمل اولا حاجه اسمها هيموجلوب A1C، يعني السكر التراكمي. ناس كتيره جدا ما سمعتش عنه، الناس تقول لك ايوه قصدك الصايم والفاطر. لا يا فندم، ده حاجه غير الصايم والفاطر. طب تفرق في ايه؟ لا ده ليه فكره وده ليه فكره تانيه خالص، ده ادق. طب اروح صايم ولا اروح فاطر؟ طب اكل ايه قبل ما اروح عشان يطلع حلو؟ لا لا، ده موضوع تاني خالص، ده بيقيس السكر في الدم من في الخلايا نفسها بتاعت الهيموجلوبين، ده قصه تانيه. مستوى ارتباط الهيموجلوبين بالسكر بالظبط، ده قصه تانيه خالص، غير ان انا اروح اكل ايه وما اكلش ايه، ده قصه. ده بيشوف مستويات القياسات بتاعت السكر متوسطها في الثلاث شهور اللي فاتوا بالظبط كده، بصرف النظر عن انك النهارده ظبطت نفسك فجاي صايم فاطر مظبوط. ليه؟ لاني لاحظت الناس كلها وهي رايحه تحلل سكر بتبقى ماشيه على الصراط، بياخد الدواء وبعد كده تلاقي برضو ان الكلام دوت كلام مش مظبوط، لان دوت حاجه بتبقى زي بالظبط اللي دخل امتحان ذاكر يومها خبطت معاه سؤال جه باي لاج نجح. لا، هو الصح ان هو نعمل امتحانات متتاليه او نقيس بشكل متواصل عشان نعرف مستوى الطالب ده ايه. فاحنا برضو عشان نعرف مستوى السكر ده ايه، احنا محتاجين قياسات متتاليه على تايم طويل، اللي هو الهيموجلوبين A1C. غير كده بقى، هل في سيوله؟ هل في امراض دم؟ وبرضو ارجع بقول نفس الجمله اللي قلتها في كل حلقاتي، يا جماعه مريض السيوله عكس مريض اللزوجه، اللي بياخد اسبرين وبياخد ماريفان او ادويه بتخلي الدم فيه سيوله، ده مريض لزوجه مش مريض سيوله. لان انا كل الناس 100% بيجوا يقولوا لي انا عندي سيوله. لا يا فندم، عندك لزوجه، عشان كده بتاخد الاسبرين، عشان كده بتاخد الماريفان، عشان كده بتاخد البلافكس، في ادويه كتيره بتتاخد للموضوع ده، ده العكس تماما. اطمننا بقى ان هو العظم كويس وان هو ما فيش اي امراض وي وي وي، نبدا بقى نحدد نوع الزرع بناء على الاشعه. نحدد نوع الزرع، بنحدد بقى احنا الفكره بقى اللي هنزرع بيها ايه. هل احنا دلوقتي هنعمل مثلا زراعه، يعني مثلا الحاله ديت احنا كل سنان دي للاسف ملخلخه وفيها مشاكل كثيره جدا جدا ونازله من مكانها، ويعني فعلا لا يمكن اصلاح الوضع ده كل حاجه. عنده ما يعني فعلا الامور مش ظريفه، بس هو فعلا ظبط السكر قبل ما نشتغل تمام، يعني ما شاء الله زي الفل. للاسف خلعنا السنان دي لان هي نو واي ان احنا نتعامل بيها، لان دي عمرها ضعيف جدا، وقدرنا ان احنا نحط زرعه. الزرعات بقى دي فكره، هنحط كام زرعه؟ في ناس بنحط لها 6، في ناس 8، في حاجه اسمها اول ان 4، يعني ممكن نعمل الفك كله على 4 زرعات، ولكن دي مش فكره توفيريه، لان الناس فاهمه all in four عشان انا هو مبدئيا البيشنت دوت احنا عاملين له 6 مش 4. all in four دي مش فكره توفيريه زي ما الناس فاهمه، لا حضرتك حطي له 4 طالما ينفع. يا فندم والله قصه مش قصه انا بوفر، فكره الحاله دي ينفع لها كذا، الحاله دي ما ينفع لهاش كذا. في ناس لازم اعمل لهم all in four، وفي ناس all in four يفشل معاهم. فلازم يبقى الدكتور عنده، لازم يبقى في ثقه ان الدكتور هو اللي هيحدد الاصلح مش الاوفر. وعلى فكره الاول ان فور، يعني انت حطيت 4 زرعات، احيان كتير بتبقى اغلى من 6 زرعات ومن 7 زرعات كمان. ليه؟ لان ده فكره لوحدها وتكنيك وشركات معينه، وتمن زرعاتها اغلى كتير من الزرعات العاديه، لانها فيها فكره تانية خالص، بتحط زرعات بالعرض وبيبقى فيها اماكن بتوقف عليها التركيبه، دي قصه تانية خالص. والفورسز محسوبه نازله ازاي، وليها مكان تتحط في الفك مش في اي مكان نقدر نحطها.
فهي فكره مش توفيريه، هي فكره الانسب مش الاوفر. والحمد لله قدرنا نوصل للنتيجه ديت، وهو الحمد لله زي الفل دلوقتي. سؤال مهم بقى، ناس كتير بتسالك على التخدير. اسئله التخدير اكيد اسئله وطبعا التخدير يعني سؤال في البطنه في الطب في الجراحه يعني في الاسنان، سؤال كلاسيكي لكل مرضى المصريين والعرب. هو التخدير ما فيهوش مشكله خالص. وعلى فكره برضو انا عايزه اوضح حاجه، احنا اسمنا تخدير موضعي، طب الاسنان بيخدر موضعي. يعني مثلا ما ينفعش حد يجي يقول لي ان هو خد تخدير حصل له مشاكل في الكبد، حصل له مشاكل في الكلى. احنا تخدير موضعي زي اللي بيحط كده كريم على جلده. ما ينفعش ان انت تقول لي ان نقطه الكريم دي اثرت على مسار مش عارفه ايه في الكبد، ولا الكلام الكبير قوي اللي الواحد بيسمعه اطلاقا. ما بتعملش اي حاجه الا في بعض الاوقات، مثلا واحده خايفه زياده عن اللازم، حامل، خدت بنج مش بتاع الحمل، في مشكله في القلب ملهاش علاقه بالتخدير برضو، في مشكله في القلب حدثت او عنده مشكله في القلب وهو ما يعرفش، في مشكله في الصمامات. فمن كتر الادويه والخوف والرعب ده موضوع تاني خالص، ده موضوع تاني خالص. لكن كتخدير يعمل لي مشاكل لا خالص، دي موضوع مش موجود خالص. طب ما بعد اي مشكله، ما بعد الزراعه بقى خلاص. وعلى فكره موضعي يعني بص اللي قلت لك موضعي، انا ما قلتش خالص بنج كلي موضوع. ولكن في ناس على فكره بتقول طب ما توديني مستشفى واعملي كل اللي انت عايزاه وانا نايم. ويلكم عادي، بس اتس نوت ماست، يعني براحتك، ده موضوع خاص بيه هو. واحد مش عايز يعني يشوف حتى الدكتور هو شغال، موضوع تاني. موضعي موضوعي. ما بعد الزراعه هل تنقطع العلاقه خلاص الدكتور والمهن؟ انا معايا لا لا انا معايا لا، احنا بنبص عليه بعد كام يوم. اول مره بنبص عليه بس بعد 3 4 ايام اسبوع، وبعد كده اسبوعين، وبعد كده مره كل شهر. رغم ان على فكره هو ده كتير قوي، بس انا بحب جدا اطمن واعمل مقطعيه لحد لما اطمن خلاص حصل هيلينج زي الفل، الزرعه بقت زي الفل، نبدا نعمل لودينج. يعني الشخص دوت عزيز عليا جدا، السنان دي كلها اللي تحت ملخلخه وحالتها حقيقي مش كويسه خالص، لدرجه ان هو لا بيحرك لسانه والسنان بتروح وبتيجي معاه. فوق طبعا واضح ان مفيش سنه فوق، السنان دي كلها حالتها مش تمام. قدرنا ان احنا، وعلى فكره هو ما شاء الله ربنا يديله الصحه فوق ال 75 سنه، قدرنا ان احنا نعمل الزرعات اللي تحت كلها، اللي فوق اللي مش موجود اتزرع، واللي موجود اتركب عليه فينيرز وبعض الحاجات كراونز. وقدرنا نوصل لشكل مرضي جدا، لدرجه ان هو ما كانش عايز يمشي من العياده، بيقول انا سعيد لدرجه ان انا مش قادر اهو، يعني زي بيقول الدنيا مش سايعاني من الفرحه. الحمد لله وصلنا لها في وقت مش طويل، وكمان مش مقيم في مصر، يعني هو بيجي كل مره بطياره يعمل الخطوه وبيمشي. حتى الاشعه لما اقول له مثلا اعملها بره، لا انا هعملها عندك عشان انا ضامن مش عايز اي حد يحط ايده في بقي خالص. الحمد لله جبنا نتيجه رائعه ما شاء الله، ربنا يديله العمر يا رب. الزراعه يعني الناس ماسكه في السن، يعني السن يقول لك ايه، ما انا هزرع ما انا سني صغير، اروح الزراعه دي بتاعت الناس الكبار في السن. لا. والكبار يقول لك انا كبرت على ان ازرع. ايوه كنت لسه يعني هقول لك يعني هيجننونا. كلمينا على السن شويه. كان عندي لسه واحده جميله امبارح 67 سنه، بتقول لك هو انا لو زرعت هعيش قد ايه؟ طب انا اوفر الفلوس دي لاولادي. انا يعني انا اصلا ما بسمعوش الا من ست مصريه والله. ليه؟ طب بس طبعا غلط، فاضل زي ما فاضل، حب زايد وحب وعطاء زياده بس مش صح. بس انا عايز اعرف، حتى لو احنا ربنا يديها العمر يا رب، بس لو افترضنا انها هتعيش سنه او اتنين كمان، طب ليه ما تعيشهمش مرتاحه؟ ليه ما تبقاش قادره تبص في المرايه؟ ليه دايما حاسه ان هي في دور المضحيه المجبره؟ ما تركب الدرس اللي تعبها دوت وتاكل عليه وتنبسط وتاكل لقمه كويسه في الفتره اللي باقيه لها، وربنا يديها العمر. طب ما انا عندي ناس تسعينات وربنا يديهم العمر ومفيش اي مشاكل خالص. ليه يعني ايه اصلا فاضل لي قد ايه؟ هستفيد بيها قد ايه؟ يا فندم هو ما ينفعش، ده مش ايجار، انا مش باجر عربيه ولا باجر شقه، هستفيد قد ايه؟ ربنا يدينا العمر خلاص. طب هو الدنيا ماشيه وهي بتاكل بتنبسط، ليه لا؟ كم سؤال مهمين قوي. ايه اللي يحصل لو انسان عنده سنه واقعه مش باينه حتى وسابها ما بيزرعش مكان، هل شكله هيتغير؟ هل عظمه هيتغير؟ ايه اللي يحصل طبعا في السنان اللي حواليها؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، طب امتى ما اعملش زراعه؟ ايه الموانع اللي ممكن تقول لي انا، او مش موانع يعني مش هتقول موانع لكن نقول عليها عوائق خلاص تقف قدام ان انا اعمل زراعه فعلا؟ نقطتين بس قولي لي الاولانيه. الاولانيه طبعا اللي عنده ضرس مفقود، احنا عندنا مشكله كبيره قوي بتقابلنا في الزراعه، اللي هي لما الواحد بيكون خالع ضرس من فتره طويله
بيحصل اولا لو كان في الفك العلوي بيحصل تمدد يعني نوماتيزيشن، يعني الجيب الانفي بيبدا يوسع وينزل في المكان بتاع الضرس المخلوع. تيجي بعد كده تزرع تلاقي ان انت ما فيش مكان تزرع فيه، وهتحتاج الاول ان انت ترفع قاع الانف عشان تعرف تزرع. دخلت نفسك في مانوفر زياده واكشن كان ممكن ما تعملهوش لمجرد ان انت اول ما تخلع تزرع خلاص، مش لازم نستنى 10 سنين. الحاجه الثانيه الضروس اللي حواليه يعني يمين وشمال المكان الفاضي هتبدا تميل، يعني هتعمل ايه؟ هتقفل المكان اللي احنا المفروض نزرع فيه. تيجي تزرع تلاقي نفسك عندك الضرس ده مايل كده والضرس ده مايل كده عاملين زي الشمسيه، انت ما انتش عارف تتحرك منهم. الضرس اللي تحت يبدا يطلع يتمدد لفوق علشان هو ربنا خالق قدره في السنان انها تتحرك ناحيه الاماكن الفاضيه، يعني اللي تحت ما فيش حاجه بتصده هيبدا يطول، اللي يمين وشمال ما فيش حاجه بتصده هيبدا يميل. طيب ما هو انت جيت عملت لنفسك مشكله تحت ان الضرس اللي طلع من مكانه ده هيدخل اكل يمينه وشماله لان هو غير مكانه، ما بقاش ان كونتاكت مع السنان اللي حواليه. اللي فوق مال يبقى ما انت عملت مشكله من ولا مشكله. وللاسف ادام كده كده هتزرع يبقى اعملها بدري. يعني ايه حكمه ان احنا تستنى لما المشكله تبقى معقده جدا وبعد كده نجري نحلها؟ دايما اسلوبك في الانتقال من حاله لحاله، اسلوب السلس الممتع وايمانك الشديد بتخصصك وبعملك وبطب الاسنان وبالاساسيات اللي بنقول عليها التعليمات الانستراكشن المطلوبه في طب الاسنان، وايمانك الشديد بانه لازم نصدقها، وكمان تعاملك معها بشكل احيانا يصل الى درجه الكوميديا بحكم يعني ان انت بتبصي للموضوع بشكل يعني في دراسه للسيكولوجيا المصريه بشكل كويس جدا. لذلك انا مبسوط حلقاتك فعلا بتؤرخ مذكرات دكتورة أسنان، مذكرات طب الأسنان، داخلة في 24 سنة دكتورة أسنان، بتشتغل من تانية إعدادي. يا ريت. نورك يا دكتورة أيمن، نورتينا وأسعدتينا، ودايما الأربعاء برونقه الجميل في طب الأسنان بحكاياته الممتعة وانتقالاته يعني من الزراعة للتجميل للتكنولوجيا للتقويم، التسلسل الجميل في عالم طب الأسنان اللي ينفع يتعمل عليه مسلسل درامي دلوقتي. يعني أنا بتهيألي إنه لو عملنا، أنا بقى دي فكرة هي والله، لو حد عملها من ورايا ومخديش أنا مسلسل درامي أنا جاي زي ما أخذ أنا البطولة زي ما في أنا بص يا باشا أنا جاي أنا مستعدة بس بس صحيح طب الأسنان فيه كتير جدا من الكوميديا الشعبية اللطيفة، الإنسان البسيط اللي جاي بيأمل إن هو يعمل أسنانه، ناس تانية جاية تظبط سنانها وعندها اعتقاد إنه مش فيش حاجة تتظبط ويطلع مبسوط جدا، الناس اللي سنهم مش قليل مش صغير بس ما شاء الله ربنا مديهم الصحة وكان عندهم وقت طويل من الإهمال، لا دلوقتي جايين بيقين إنهم يعدلوا أسنانهم ولازم الأسرة كلها تسبورت، لازم كلنا نقف وراهم. الناس الام والاب دول مهمين جدا. الطفل اللي خايف من دكتور الاسنان وبيجي يتبسط وياخد اكسبيرينس كويسه وبنفسه يطلع بقى دكتور اسنان، ده فين؟ لازم ده كمان نهتم بيه. الشباب اللي مهملين سنانهم وقاعدين على كفات بيصرفوا فلوسهم في الهيافه وسهرات بيصرفوا فلوسهم فيها في الهيافه، واسنانك اهم، سنانك يا ابني اهم، اصرف فلوسك في الحاجه المهمه في صحتك يا بخيل يا بخيل. نورتينا دكتور اسراء طبعا. نورك. القيمه العلميه الكبيره للاستاذ دكتور اسراء سعيد كانت في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه.